اهلا بيكم. الحقيقه كلام هاني مهم جدا. فكره التجسيم حقن الدهون معتمد على ان انا بفهم يعني ايه مجسم، والمجسم ده يفهموه كويس جدا فنانين النحت اللي بيشتغلوا بالصلصال، لانه دول عندهم احساس الارتفاع والسمك ويعني درجه البروز لاي شيء محسوبه بدقه وفيها فن. الدكتور التجميل والجلد بيعرف يتعامل مع الدهون، مع الفيلر، بس الدهون كمان بشكل اكبر لانها بتعتمد على مهاره اكتر، وخصوصا لما يكون المساله مرتبطه بتصحيح حروق، يعني الحرق، التعوير، الاصابات. حقن الدهون فيها له قيمه كبيره جدا. شفنا كلنا نادين نجيم فنانه لبنانيه مشهوره جدا، بعد فاكرين انتوا حرق المرفق لما طلعت صورتها في مرفق بيروت، الانفجار اللي حصل في مرفق بيروت كان حاجه مخيفه جدا. هي كانت هي في بيتها في ازاز، فتطاير الازاز. دلوقتي شوف، بص، هي بعد العلاج ما شاء الله رجعت تاني. شوف التجميل، شوف الجمال في هذا العالم وحقن الدهون وإلى آخره، ازاي يعالج مشاكل الحروق بشكل جيد جدا. حقيقه من الحاجات اللي عالم التجميل فيه مبهر. النهارده هنتكلم بالتفصيل يعني عن هذا العالم المهم جدا، عالم حقن الدهون، عالم التعامل مع الحروق. النهارده معانا اسم مميز للغايه وواحده من نجوم عالم الجلد النهارده، ضيفتي العزيزه النهارده الدكتوره امل بركات، استشاري الامراض الجلديه وصاحبه البورد الامريكي للليزر وواحده من نجوم عالم الجلد. سعيد جدا بوجودك معانا النهارده دكتور امل عبر وسائل التواصل. اهلا بيكي دكتور امل، منوراني. اهلا بيك يا حضرتك. الحقيقه انا عايز اتكلم النهارده بالتفصيل عن ازاي حقن الدهون له دور في عالم تجميل الحروق تحديدا. انت عارفه الحروق حاجه متعبه وحاجه مزعجه للغايه، فكلميني عن الدهون وعالم الحروق. بص، الدهون دلوقتي بيعتبروها ان هي سلاح البناء بتاعنا، او ان هي تعتبر طرق من طرق بناء الجلد. بتتسمى دلوقتي ريجينيتيف ميثود اوف تريتمنت، يعني احنا بنبني بيها جلد جديد. فاحنا لما بنحقن الدهون في اي جلد محتاج ان هو يعاد بنائه، يعني عايزين نعيد بناء جلد، فبنحقن الدهون يساعدنا في ان احنا نرجع كل خليه من خلايا الجلد تتعاد بنائها تاني. في سؤال عايز ابدا بيه برضو مهم قوي، هل حقن الدهون يصلح في جميع درجات الحروق وانواع الحروق؟ اعتقد ان الدهون ممكن تفيد في جميع انواع الحروق، سواء لان الحروق هتعرف انها درجات، يعني درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، وفي كمان درجه رابعه. فأكيد الدهون هتفيد في كل أنواع الحروق بنسب طبعاً على حسب صعوبة الحرق، بس أكيد هي مفيدة في كل الأنواع. بس طبعاً لو هي حالة من الدرجة الأولى مش هتحتاج بقى إن احنا نتعب ونعمل دهون، لأنها بتروح بمجرد كريمات. يعني مصدر الدهون إيه؟ بتجيبوها من إيه؟ يعني من الإنسان نفسه تقريباً يعني؟ احنا بنعتبر زي نقل ذاتي من الانسان، من اي جزء فيه دهون بالزياده، البطن، الورك مثلا، دول افضل الاماكن بناخدها وبنحقنها للمريض ببنج موضعي. الموضوع سهل جدا يعني، وبتتحقن في نفس الجلسه طبعا، ما بنشيلش دهون زي زمان. كنا زمان بنشيل الدهون في الفريزر، خلاص هي الموضوع ده اتمنع دلوقتي، مش مستحب خالص عشان اختلاف درجة الحرارة بتتغير مع الوقت، فمش مستحب ان احنا نشيل دهون، فبتتعمل اتوانس في نفس اليوم. ازاي بتتم بقى البروسيس؟ ازاي بيتم حقن الدهون اساسا؟ حقن الدهون بيتم بنج موضعي، انا بعمله بنج موضعي، في بعض الدكاترة بتحب تعمله بنج كلي، بس انا بفضل البنج الموضعي. بيتسحب حسب الكمية اللي عايزينها، يعني الحالة اللي احنا جايبينها النهاردة، احنا النهاردة جايبين حالة واحدة، زي المرة اللي فاتت برضو جبنا حالة واحدة، وان شاء الله كل حلقة لو ربنا سهل وكملنا ان شاء الله، وهيبقى كل مرة نجيب حالة واحدة بس نناقشها معانا. المرة اللي فاتت لو تفتكر كنا جايبين حالة الشخص اللي كان عضه حيوان في وشه وعالجناه بالدهون برضو. المرة دي احنا جايبين بنوتة عندها 16 سنة، كان حصل لها حرق في ايديها،
فاحنا بناخد الدهون زي ما بنقول من الجسم بنج موضعي، وبتحقن في المكان اللي احنا عايزينه بتاخده بنج موضعي. على احنا بناخد الكميه اللي احنا عايزينها، لو هنعمل مثلا ايد زي الحاله دي كفايه عليا قوي ان انا اخد مثلا 30 سم دهون 40 سم دهون. الدهون بناخدها ممكن تاخد مايكرو وممكن تاخد نانو، احنا اللي بنحدد ازاي ناخدها مايكرو ازاي ناخدها نانو حسب الكانيولات. وفي حاجات كمان بنستخدمها بتحول المايكرو لنانو، يعني الدكتور بيقدر ان هو يحول الدهون من نانو لمايكرو وهكذا. نانو مايكرو اللي هو حجم الجزيء بتاع الدهون، مش كده؟ بالظبط كده. يعني احنا لما بتتسحب في الغالب بتبقى سميكه، النانو اللي هي المخففه بتاعتنا يعني زي ما تقول كده ضربتها في الخلاط يعني فتحولت لنانو، فالنانو بيبقى زي العصير كده. يعني حتى بقول للبنات عندي واحنا بنشتغل هاتوا العصير اللي هو النانو، يعني على اساس انه بيبقى سهل علينا انه يتحقن، يتحط في سرنجات انسولين وبيتحقن بسرنجه انسولين. يعني النانو بيتحقن بسرنجه انسولين سهل جدا. الدهون اللي احنا بنطلعها في البدايه بتكون دهون سميكه او مايكرو سميكه، فلازم تكون تتحقن بكانيولا. احنا في الحروق عموما بنحتاج النانو اكتر، بس انا برضو بحب احط مايكروفات، يعني بيبقى بنحط تحت الحرق المايكروفات، والنانو بيتحط زي الساندوتش كده من فوق ومن تحت بطرق مختلفه، ممكن بسرنجات وبكذا طريقه، ممكن برضو بالديرما بين او الديرما رولر. احنا بنحاول نحط الدهون في كل حته تحت وجوه وجوه الحرق وفوقيه عشان نعمله يعني زي ما تكون غلفته بالدهون في كل خلايا تبقى مليانه دهون، لان انت كده بتحط مصنع هيبني لك خلايا جديده، فعايزه اغل يعني يتغلغل في كل الخلايا المصابه بتاعت الشخص بتاعت الحلقه. طب انا عايز اسال سؤال مهم، يعني قبل ما ادخل في هذا الاجراء نقدر نعمله اكثر من مره ولا لا؟ قبل كده عايز افهم ايه اللي بيعمله الدهون، برضو نشرح للناس. يعني في ناس بتحب تعرف معلومات، هل الدهون بتعمل يعني خلايا معينه، بتعمل تجديد للجلد، ايه دور الدهون ميكانيزم؟ بص، هي الدهون في العموم بتشتغل بطريقتين، فيزيكالي وممكن تسميها كيميكالي او برودكشن لحاجه. يعني احنا بلاش بالانجليزي، احنا هنقول ان احنا الدهون بتملى حيز من مكان. دي طريقه من طرق شغلها، ان انا بحشي بيها حشوه فقط لا غير. الطريقه الثانيه او الحاجه الثانيه اللي الدهون بتشتغل بيها انها بتديني ستيم سيلز او خلايا جذعيه. يعني الستيم سيل او الخليه الجذعيه دي لازقه في الخلايا الدهنيه. يعني انا لما بحط خليه دهنيه مش بحط خليه دهنيه بس، انا جره معاها خليه جذعيه، معاها خليه جذعيه، بدخلهم الاثنين مع بعض. يعني انا بحط الخلايا الدهنيه ومعاها خليه جذعيه، الخليه الجذعيه دي المصنع بتاعي، دي البناء بتاعي، هي اللي بتبني كل خليه من اول وجديد. كل خليه ممكن حضرتك عايز تبنيها ممكن تبنيها بالستيم سيل، جميع الخلايا من عصبيه لاوعيه دمويه لانسجه دهنيه جديده لقدمه جديده لشعر جديد، كل حاجه الستيم سيل زي ما بتتحط هي عباره عن النواه او المصنع اللي هيعمل لي الخلايا الجديده. فتخيل انا حطيت مصنع جوه بيحسن لي كل ما هو دمر، سواء بحرق او بجرح او باي او او عوامل السن، انا بحط مصنع جديد بيبدا الخليه شبابها الاولاني. الإجراء ده بيتم بنعمله مرة واحدة ولا ممكن أعمله على فترات يعني له تأثير إيجابي ممتد؟ في نقطة مهمة قوي لازم الناس تعرفها، الدهون تأثيرها دايم. فعلا هو تأثيرها دايم، هي بيرمننت، هي تأثيرها دايم. انا مش بكررها عشان هي تاثيرها مش دايم، انا بكررها عشان انا عايزه اهلم المزيد بس. اما انا لما بحطها من اول مره هي بتديني تحسن مثلا 30%، 30% اللي هي دي فوقي دول دائمين، فانا بقى عايزه احسن 30% مثلا في السيشن اللي وراها او في الجلسه اللي وراها، اوصلها ل 60% دائمين وهكذا. ممكن زي الحاله بتاعت المره اللي فاتت احنا عملنا له مره واحده وتحسن 100% او 90% من اول جلسه، ده كان حسن حظ ان هو من اول مره اتحسن جامد. كل حاله غير الثانيه، البنوته اللي معانا النهارده عندها 16 سنه،
عملت الدهون السنه اللي فاتت يعني كان عندها 15، فلما عملنا لها الدهون طبعا الدهون شويه بروسيدجر او طريقه صعبه شويه لسن الصغير، يعني عايزه تحمل، قدره تحمل شويه، فهي تعبت يعني عيطت شويه وصالحناها، جبنا لها حاجه حلوه وقعدنا نصالح فيها، فهي تعبت في الجلسه، فهي عملت جلسه واحده. الصوره اللي هي بعد دي بعد سنه، يعني هي دلوقتي بعد سنه من الدهون نسبه تحسن كبيره جدا، يعني ممكن تقول 60% 65%. احنا دلوقتي بنحاول تقنعها تعمل مره كمان، بس هي سنها صغير، فانا بقول لها لو اتخطبتي او اتجوزتي انت هتجي جري تعملي الجلسه الثانيه، بس هي بالنتيجه اللي هي وصلت لها هي راضيه. انا ممكن احسن بجلسه كمان، انا ممكن اعمل لها جلسه واثنين وثلاثه لغايه ما نوصل للساتسفاكشن او الرضا اللي احنا عايزينه، فكل حاله غير الثانيه. وطبعا هي كانت لو انت شفتها صورتها قبل الحرق ايديها كانت سيئه جدا، لون غامق، جلد فيه الوان، فيه لون غامق وفي لون فاتح، يعني هي عندها كولكشن من الالوان من جلد محروق اسود قوي لجلد فقد الصبغه نهائي، فيه ندبات عاليه جدا، فيه كرمشه في الجلد سيئه جدا، فيه ترهل، كل ما هو ممكن يعمله الحرق للاسف كان موجود في ايديها. فاحنا عملنا لها جلسه واحده بس وتحملت معنا وعملنا لها الجلسة، النتيجة حلوة جدا بالنسبة لانها عملت جلسة واحدة، وان شاء الله ربنا سهل الحل ونعمل لها اكتر من جلسة. هي مجرد ان هي ايديها طبعا باينة وبتروح المدرسة وكده، فهي تحملت وعملت اول جلسة، لان طبعا انت عارف انت البنات وايديها باينة فبيبقى نفسيتهم بيبقى تعبانة قوي من موضوع ان كان وشها او ايديها اللي باينة او كده. دايما السؤال على النتيجه، يعني دايما اللي بيعمل اي اجراء بيسال النتيجه هتبان امتى، هل بتبان ايميديتلي بعد الحقن ولا بتقعد لها كام يوم وتبدا النتائج تبان؟ هقول لك انا، لو هي احنا قلنا الدهون بتشتغل بطريقتين، يعني زي الحشوه وبتشتغل عن طريق انها تديني ستيم سيل. الستيم سيلز ما بتشتغلش اقل من 4 شهور، يعني الستيم سيل عشان تبدا المصنع يشتغل محتاج 4 شهور. اما انا لو كان في جزء منخفض في الجرح وانا مليته بالحشوه بتاعه الدهون هيبقى في برضه نسبه تحسن حلوه قوي، لان انت مليت جزء منخفض، ده بيبان ات وانس وانت في نفس الجلسه. الستيم سيلز بقى اللي هي هتقعد تشكل لي دم جديد وخلايا جديده ودهون جديده وكل حاجه جديده، دي بتاخد مش اقل من 4 شهور. يعني البنت دي الصوره دي بعد سنه، بعد سنه من الجلسه. ده انا برضو سؤالي بقى، يعني اذا المستقبل اللي انت شايفاه بالنسبه لحاله زي دي ان احنا ممكن نوصل لتحسن يفوق 60-70% اللي احنا شايفينها ما شاء الله، يعني الايد تبدو طبيعيه يعني. لكن ممكن كمان مع الحقن الجاي تستفيد اكتر. طبعا نفسي انها تعمل مره كمان، هي مكتفيه بكده، يعني هي راضيه بكده ومبسوطه وسعيده بالنتيجه اللي هي وصلت لها، بس انا عايزه اكتر، لان انا عارفه اني ممكن تجيب نتيجه اكتر. كانت جلسه واحده ونسبه تحسن عاليه كده، فلو عملت الثانيه هتبقى احلى، الثالثه هتبقى احلى، ف ممكن تعمل كذا جلسه، ممكن تعمل جلسه واحده بس. هي كمان البنت اتحسنت جامد الحمد لله. الحمد لله. طب انا عايز اسال سؤال برضو علمي شويه، لو لا قدر الله حد تعرض الى اصابه مثلا مية مغلية، حرق بشكل مباشر من نار بشكل كيميائي، يعني كل أنواع الحروق، كل أنواع الحروق هتستفيد؟ وبعدين عايز أسأل برضو في السؤال ده غير عن أنواع الحروق، يعني عن التايم، الوقت اللي أنا أجيب بيه، يعني واحد اتحرق النهاردة هل يجي بكرة بعده؟ ولو بقاله سنين معدية عليه وهو عنده حرق وما كانش يعرف، هل النهارده بعد سنين 10 سنين وهو عايش بحرق في ايده او في جزء من جسمه، هل سيستفيد من هذه التقنيه، من تقنيه حقن الدهون؟ في تليفات بدات تحصل، فاحكي لي الحاجتين دول، انواع الحروق ووقت المجيء للاستفاده من حقن الدهون. البنوته دي كان بقى لها تقريبا 5 سنين الحرق، هي ما جاتليش طول ما اتحرقت، هي جات لي بعد 5 سنين من الحرق. وكانت يعني سائل مغلي اتكب عليها.
الحروق حتى لو مضى سنين وقعدت مده سنين طويله ممكن تيجي تعمل الدهون عادي ونسبه التحسن بتبقى حلوه قوي برده كمان، مش عشان انا مثلا بقى لي مده او بقى لي 20 سنه محروقه مثلا ما رحتش احط، لا انت هتستفيد طبعا اكيد او هتستفيد اكيد. في ابحاث جديده من 2023 نزلت ابحاث ان بيعملوا نانو فات للمريض اللي لسه محروق حاله، اللي هو عنده جرح مفتوح اوبن يعني ولسه بينز ومفتوح، وقالوا ان بعض الحالات اللي كانت عمل لها نقل نانو فات وهي لسه في المستشفى وجايه محروقه ريست يعني لسه جايه 24 ساعه 48 ساعه، لقوا ان نسبه الندبات اللي بتحصل بعد كده بتقل جامد جدا، ونسبه ان هم ما يحصلهمش وفاه برضو قلت، لان في بعض الحروق بتبقى نسبه الحرق كبيره بالنسبه لمساحه الجسم ممكن تؤدي للوفاة لأنه بيبقى فيها فقد جامد من السوائل. ففي دراسات اتعملت 2023 و 2022 إن إحنا ممكن نعمل نانو فات وهو العيان جاي لي في المستشفى بحروق حديثة ولسه في فقد للسوائل ولسه هو بينز ولسه في حاجات مفتوحة ولسه في بولي ولسه في، فدي برضو غريبة ودي جديدة يعني إن إحنا لسه إحنا ممكن نعمل حتى النانو فات وهو لسه العيان في العنايه المركزه او لسه هو يعني. فكانت البحث كان جميل قوي ان هو لسه الجروح مفتوحه ولسه هو تعبان ولسه في المستشفى وعملوا له النانو فات. فالنانو فات دلوقتي دخلت كل حاجه يعني بيحاولوا ان هم يستخدموها لانها سورس او مصدر الخلايا الجذعيه حتى في القدم السكري حتى في الجروح اللي هي بتبقى في القدم اللي هي مش عايز تقفل بصرف النظر اذا كان سكري او غير سكري. ده انت كده فتحتي كمان يعني في اخر الحلقه فتحتي حلقه ثانيه. يعني انا كنت عايز اسال في ده، ايه رايك حقن الدهون هيفيد في ايه تاني غير الحروق؟ يعني كعناوين، والمره الجايه نبدا نتكلم في تفاصيل هذه العناوين. هو زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الدهون يعني مش بس تجميل، أنا بحلي بيها طبعاً، بحط بيها في الوش والوش بيحلو قوي، بحط في التجاعيد بتاعة الإيد، بحط في الدكولتيه هنا عشان ستة كبر السن تبقى الجلد مكربش، بحط لها في صدرها، بحطها في أي مكان عايز يتملأ. ده تجميلي بحت طبعاً، ما فيهوش اي جدال وحاجه روعه وحاجه جميله وحاجه دايمه يعني قول الصبح. اذا يعني بالنسبه للمليئات والتجميل واضح ان الدهون اثبتت نجاحها، لكن ايه تاني غير التجميل والمليئات وحقن في التكولتي وحقن الوجه والى اخره؟ حاجات التجميل مفهومه بالنسبه لي. طبعا حاجه التجميل جميله جدا ودايمه برضو ومفيش عليها اختلاف طبعا، هي الدهون اثبتت نجاح رائع في التجميل لحضرتك الاماكن اللي انت قلت عليها. بالنسبه بقى لما هو ليس تجميليا زي الحروق زي ما جبنا النهارده، زي الندبات زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، وفي بعض الامراض داخله الدهون بقوه دلوقتي زي تصلب الجلد المورفيا وبعض الامراض اللي هي بتعمل ندبات زي حب الشباب، ندبات حب الشباب او ندبات اللي جايه من امراض زي الحزاز او الذئبه الحمراء. وانا شغاله برضو دلوقتي مع يعني انا بحاول دلوقتي برضو اجربها في بعض الامراض التانية كده، واعتقد ان شاء الله هتكون في نجاح، لان حتى لما بنحط النانو فات في الشعر بيبدا يدي كثافه للشعر. ف انا عندي امل الستيم سيلز بتاعت النانو فات ممكن بعد كده تكون في امراض كتيره برضو في المستقبل هتظهر، يعني لا هيكون لها علاج مع النانو. ايه الكلمه المهمه او المعنى المهم اللي حضرتك عايزه توصليه، الرساله الاساسيه وخصوصا في عالم الحروق اللي هي الموضوع بتاعنا النهارده، دور الدهون في عالم الحروق، ايه الكلمه المهمه اللي عايزه توصل لكل مرضى الحروق في مصر؟ في امل، نانو فات مدية أمل جامد قوي قوي في الحروق، والموضوع ده مش حديثة، المواضيع دي من زمان بس ما فيش ناس كتير قوي بتتكلم عليها. معظم اللي في الحروق بيلجأوا لما تكون الحروق شكلها قبيح قوي بيلجأوا للترقيع، والترقيع برضو حاجة مش من الحاجات الوحشة يعني، بس النانو فات ادانا فرصة ان احنا نتجنب
الترقية، لأنه هو ما بتاخدش أنت من مكان تاني، يعني ما بتاخدش جلد من مكان تاني زي الترقية، فممكن برضو يبقى المكان التاني متضرر. أنت مجرد بتسحب بسرنجة شوية دهون وتحطها، بنبقى نتائج حلوة أوي. لو أي مريض حروق حتى لو عنده مسحات كبيرة، يعني ساعات بيجي لي مرضى عنده مسحات كبيرة بقى لها سنين مدارية، ممكن تاخد إيد مع مثلا ظهر أو رجل مع ظهر وهي مغطيها او هو مغطيه وخلاص فاكر ان مفيش امل، انا ببدا اعمل لهم النانوفات، حتى بنعملها على اجزاء، يعني ممكن كل فتره تعمل جزء، مش لازم تعمل المساحه كلها عشان ما يبقاش برضه تعب عليها. فما حدش يقول انا خلاص كده فات سنين، او ان انا مش هيكون في حل، او انا مدريب لبس وخلاص، لا ما فيش حاجه اسمها كده، في امل جامد جدا مع النانوفات أو الدهون في الحروق. انت نورتينا واسعدتينا جدا بهذا الحوار العلمي الراقي جدا، ودايما شكرا. فيما يتعلق بالندبات، فيما يتعلق بالحروق، الموضوع بيبقى له قيمه كبيره، هي المساله مش مجرد تجميل، وده في حد ذاته يعني التجميل نفسه هدف سامي ورائع، يعني كلمه مش مجرد دي كلمه مش سهله يعني، لكن عايز اقول انه له قيمه كبيره جدا، لانه اصلاح، احنا بننتقل من عالم الرفاهية والمتعة في التجميل إلى عالم الضرورة والاحتياج الشديد في الإصلاح. فأنت نورتينا وشرفتينا كالعادة، والحقيقة أنا هتابع بقى الحالات اللي جاية بمزيد ومزيد من الشغف. نورتي يا دكتور أمل. إن شاء الله إن شاء الله، ربنا يخليك. أشكرك شكرا جزيلا. ضيفتي العزيزة الأستاذة الدكتورة أمل بركات، استشاري أمراض الجلدية وصاحبة البورد الأمريكي للليزر، أمتعتنا في واحدة من حلقاتنا المثيرة جدا في عالم الدهون وعالم الجلد عندما يتضرر في حالة لا قدر الله من الحروق، ربنا يحفظكم. لكن الأمل موجود في الطب، والتقدم في عالم الدهون أصبح عالم مثير للغاية. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. المريض اللي عنده مشكلة خاصة بضعف الجنسية بيبقى عنده حالة أولا من الإحساس بالخجل، ثقافة بتاعت الشرقيين كده، وممكن ما يروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده. بعض الناس أحيانا بيكون عنده أعراض شديدة جدا، أعراض بس زي ضعف مثلا، البول ضعيف، بيقطع، حرقان شديد في البول، فطبعا هو ما بيقدرش إن هو يقيم علاقة جنسية سليمة. إيه معنى كلمة فقدان أو ضعف رغبة جنسية؟ غياب الرغبة الجنسية من الحاجات اللي ممكن تأثر على الزوج والزوجة، يعني ده مرض بيصيب الرجل وبيصيب الست الاثنين. أسباب ضعف الرغبة الجنسية أسباب كتيرة جدا، حضرتك عارف طبعا دايما بنقسمها لحاجتين، حاجة اسمها أسباب نفسية وأسباب عضوية. معظم الناس طبعا عند سن ال 45 سنة أو ال 50 سنة بيحصل تضخم في البروستاتا، لما يحصل تضخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول، وبالتالي المريض بيبدا يشتكي. نبقى الاول عارفين يعني ايه ضعف انتصاب، فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدره على حدوث الانتصاب، يعني واحد ممكن يجي ان هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما اجي اقرب للزوجه ما يبقاش في انتصاب، طالما فقد القوه والصلابه ده معناه عنده ضعف انتصاب. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري، او مشكله تبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقة طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة، ناس كتير جدا، يمكن اكتر رسائل بتجينا على الصفحة عندنا على الفيسبوك، واكتر رسائل بتجينا على الواتس والويب سايت بتاعنا هو تكبير العضو الذكري. هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا، ده هرمون الذكورة ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الذكري، بيحافظ على النشوة، بيحافظ على القصف، بيحافظ على الإحساس نفسه بتاع العضو الذكري. موضوع سرعات القصف من المشاكل اللي الشائكة جدا، ومن أكثر الاضطرابات الجنسية شيوعا، وده بسبب الحرج. المفروض إن الدم بيسري من الخصية في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس. علميا بقى إن لو طفل عنده تبول الأراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي، أو العيلة أو والد أو الوالدة عنده تبول الأراضي. 90% من الناس بيعملوا كله مش حاجة واحدة منه، تدخين وقهوة وأكل سريع وفاست فود ووزن زيادة ونوم قليل وأفلام غلط على المال. الدكتور صلاح زيدان.
أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر. اهلا بكم. واحده بقى من حلقاتنا الممتعه والمهمه جدا جدا جدا، مش هقولك على اهميه الحلقه، انتوا هتاخدوا بالكم منها من غير حاجه، وطبعا الحلقه دايما بتبقى اهميتها من قيمه الضيف، انك بتسمع كلام علم، خصوصا انه النهارده هنجاوب اكيد على اسئله كتيره بتتلخبط في دماغ كتير من الناس، خصوصا في بتعلق بالبروستاتا، بالضعف الجنسي. والرجاله اليومين دول نقدر نقول كتير منهم بيجي لهم باكج، يعني تلاقي الراجل يعيني بيشتكي وفي سن صغير. طب ده ليه؟ بيشتكي من ضعف جنسي ومشاكل في البروستاتا ومشاكل في المسالك البولية، كوكتيل، لأنه الرجالة بيعملوا حاجات كتير غلط. مش قصدي الحاجات الغلط اللي في دماغكم، لا، أنا قصدي اللي أنا هقوله دلوقتي. السهر، عدد ساعات النوم مش كافي لكتير من الناس، ناس كتير جدا ما بتنامش كويس. على فكرة الكورونا بتلعب دور كبير، التوتر اللي مع الكورونا لعب دور كبير في عدم عدد ساعات النوم، وبرضه في أوراق بحثية مرتبطة بإن اللي أصيبوا بالكورونا حصل لهم نوع معين من الهايبر سنسيتيفتي أثر على قدراتهم في النوم. إزاي؟ ده رابط صعب، وأقول لكم إن الخلل الهرموني اللي حاصل بقى كمان والكواجليشن سيستم اللي ارتبك عمل كده. التدخين، الرجالة اللي بتدخن هتأثر، بروستاتا هتتأثر، وكانسر بروستات وتضخم البروستاتا وارد جدا مع ده. القهوة والمنبهات، في ناس طبعا دلوقتي قاعدين بيتفرجوا عليا يقول لي ده انا بعمل كل ده، قلب النوم وبصحى بالليل وبنام النهار وبنام ساعات قليله، والسيجاره وفنجان القهوه ما بيفرقوش ايديا. والمفاجاه، اللابتوب بيأثر كمان، مشاهده الافلام الاباحيه بتأثر كمان، الموبايل اللي بيتحط في الجيب بيأثر كمان، الوجبات السريعه دي عدو، شوف عنوان مهم قوي، عدو للفحوله بتاثر طبعا. المشكله بقى في ان احنا اللي قلنا ده 90% من الناس بيعملوه كله مش حاجه واحده منه، تدخين وقهوه واكل سريع وفاست فود ووزن زياده ونوم قليل وافلام غلط على النت، اوبا، وتدور بعد كده على المشاكل، تلاقي زي ما انت اكلت في البطاعم ديت كومبو، تلاقي المشاكل جاية لك كومبو. والنهاردة الحلقة بتاعتنا النهاردة كيف نعالج هذه الكوليكشن عندما تكون موجودة. النهاردة زي ما قلت لكم لقاء مع قيمة علمية كبيرة، بنفخر وبنسعد بوجوده معنا، وبنبقى دايما منتظرين ومتشوقين للحلقات الممتعة اللي مليانة علم ومليانة، دي أهم حاجة دلوقتي بهتم بيه. العلم طبعا أساسي وموجود، لكن اللي بهتم بيه الضمير المهني والمهنية في الشرح، إن لازم المهنة توصل المعلومة بشكل دقيق جدا، أكيد مع واحد من الميجا ستارز لهذا العالم، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحات الكلى والمسالك البولية والأعضاء التناسلية، وطبعا أستاذ علاج الضعف الجنسي، استشاري أمراض الذكورة وعقم الرجال والضعف الجنسي، الأستاذ بكلية الطب، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراحين المسالك البولية وأمراض الذكورة والضعف الجنسي. شرف كبير لينا، وحشني والله أنت أكثر. عايز أبدأ بالكومبو بالبروستاتا. الكومبو هو صحيح معظم الحالات اللي بنشوفها اكيد بتبقى عندها اكتر طبعا، دي فعلا بتلاقي المريض بيشتكي من كذا حاجه مع بعض. يعني احنا دي على فكره برضو من الحاجات اللي بتواجه الدكاتره في العياده بتاعتهم، وخصوصا بقى الناس اللي هم زي حالاتنا كده بيبقى تخصص مسالك بوليه وامراض ذكوره. يعني مثلا تلاقي المريض بيشتكي بحرقان في البول، ممكن هو اصلا يخجل ان هو يجي يقول ان هو عنده ضعف جنسي، فتلاقيه يخترق لك او يخترق حاجه جديده، يقول لك مثلا عندي حرقان في البول، الم في الخصيه، او يكون عنده مثلا مشكله زي سرعه القصف،
والاخر خالص بتكتب له الروشتة على اساس ان هو عنده التهابات او عنده التهاب في المثانه او بروستات، يجي يقول لك في الاخر ايه يا دكتور ده انا عندي بس سرعه قصف، ممكن تكتب لي حاجه لسرعه القصف؟ طب اكتب لي حاجه للانتصاب. هو بيتجاهل يعني بيتجاهل المشكله الكبيره او بالنسبه له هي حاجه، بس هو جاي اصلا علشان موضوع ضعف الانتصاب او مشكله سرعه القصف. فطبعا بتلاقي فعلا المشكله دي كذا حاجه موجوده. دي حقيقة برضو فعلا. برضو انا عاجبني فكره ان احنا نقول النهارده حلقه كوم حلقه كوم. هبدا بالبروستاتا الاول، مرضى البروستاتا بيشتكوا من ايه؟ هو يعني خلينا الاول طبعا نقول طبعا يعني بروستاتا برضو عشان الناس تبقى فاهمه. حضرتك عارف طبعا غده البروستاتا هي غده موجوده في الرجاله بس، وطبعا دي بتبقى موجوده اسفل قاعده المثانه، وطبعا بيخترقها مجرى البول. بتبقى موجوده طبعا قدام عظمه العانه وراها على طول اللي هو المستقيم او الشرج. معظم الناس طبعا عند سن ال 45 سنه او ال 50 سنه بيحصل تضخم في البروستاتا. لما يحصل تضخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول وبالتالي المريض بيبدا يشتكي. الشكوى طبعا الحاجات بتبقى يعني انا بقسمها لحاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى اللي هي اعراض تهيج في المثانه، او الحاجه الثانيه بيكون اعراض انسداديه. كلمه تهيج في المثانه يعني المريض ممكن يشتكي بحرقان في البول، ممكن يدخل حمام كتير وده من قبله كتير جدا، بالتالي المريض وبالذات بيبان اثناء الليل. بتلاقيه مثلا يجي ينام على المخده ما يكملش 10 دقايق ويبدا يدخل حمام تاني. واحد تاني مثلا رايح مشوار بيبدا ياجل المشوار او بيخاف انه يدخل، عايز يخاف يتزنق في البول. واحد تاني برده ممكن يكون قبل ما يروح المشوار تلاقيه داخل الحمام خارج من الحمام لان هو خايف يتزنق. بعض الناس طبعا بيكون عنده ممكن يكون عنده نقطه او نقطتين بينزلوا بعد البول، وده طبعا بنقابله كتير جدا في بعض الناس وبالذات في سن الشباب. بيكون عنده احتقان في البروستاتا او التهاب في البروستاتا، ممكن يعاني من هو موضوع التنقيط دوت او قطرات البول بعد التبول. احيانا المريض برضو بيجي بحاجه زي مثلا انسداد في البول، ممكن البول يعني اول ما يبدا يتبول ممكن البول ينزل ضعيف، ممكن هو بيتحايل على البول عشان ينزل، ولما ينزل احيانا بينزل متقطع. بعض الناس تقول لك يا دكتور والله ده البول بينزل بيرش او بينزل خطين، ده بنقابلها برضو كتير جدا. ممكن لو المريض ساكت على الاعراض دي كلها ممكن بيجي بحاجه اسمها احتباس بول، يعني اول مره المريض خلاص بدا يتكيف او بدا يتعود على الموضوع ان البول ضعيف ويقطع، فجاه لما يتعرض للبرد او يتعرض مثلا خد ادويه معينه بتزود البروستاتا يجي له احتباس بول. فلاقي ناس كتير جدا ممكن يجي له احتباس بول، بعض الناس ممكن يجي له سلس بول، يعني ممكن لما ينام بالليل او كده المثانه طبعا بيحصل لها احتباس، المثانه بتضعف يبدا الصمام يفوت، فيبدا المريض يشتكي ان هو البول يجي له سلس بولي، وده بنقابله طبعا بيبقى اكتر بالليل. فساعات المريض يتشخص على انه تبول لا ارادي. ممكن المريض يجي باعراض اللي هي اعراض مضاعفات، ممكن المريض يجي مثلا بحصوه في المثانه، ممكن يجي بالتهابات متكرره كل شويه يجي له صديد في البول، احيانا بعض الناس يجي بنزيف بولي او دم في البول. طبعا لو سكتنا على كل الحاجات دي بيبدا يحصل ضعف في عضله المثانه وبيحصل ارتجاع على الكلى، وبالتالي قد يصاب المريض بفشل الكلوي. يعني ممكن الفيرست بريزنتيشن للمريض ممكن يجي باعراض او ارتفاع في وظائف الكلى، وده طبعا من الحاجات الخطر جدا. هسال سؤال، ليه حجم البروستاتا ممكن يخدعنا؟ نلاقي واحد عنده حجم بروستاتا كبير اعراض قليله، وواحد حجم بروستاتا مش كبير قوي لكن اعراض كثير. والله بص هو الموضوع ده طبعا يعني هو عكس الموضوع ده شويه، هو طبعا الاعراض مالهاش دعوه بالحجم. يعني في ناس ممكن يبقى البروستاتا عنده صغيره بس طبعا بيشتكي مجنناه عامله مشاكل كبيره جدا، واحيانا يبقى البروستاتا حجمها كبير بس مش عامله اي مشاكل. الفكره في الموضوع ان احنا لازم نعرف البروستاتا دي حميده ولا مش حميده، لان دي ليها علاج ودي ليها علاج تاني. فطبعا احنا طبعا بنبدا ان احنا بنعمل بعض الفحوصات الطبيه زي فحوصات معمليه سواء كان تحليل بول او وظائف كلى، والحاجه المهمه قوي تحليل البي اس اي اللي هو دلالات اورام البروستاتا. ده بيدينا دلاله طبعا لما يكون عالي ان احنا بنشك ان المريض ده ممكن يكون عنده كانسر بروستات او عنده ورم سرطاني في البروستاتا، وبالتالي احيانا بنحتاج ان احنا ناخد عينه من البروستاتا لو لقينا البي اس سي عالي. في بعض الحالات احيانا بنحتاج نعمل اشعاعات زي اشعه الموجات الصوتيه وبنحسب كميه البول بعد التبول، وبالتالي بيدينا دلاله على حجم البروستاتا. بعض الناس طبعا برضو بنعمل لهم حاجه اسمها سرعه تدفق بول او سريان بول، بعض الناس ممكن تحتاج حاجه اسمها ديناميكيه بول. الحاجات الجديده بقى دلوقتي حاجه اسمها المالتي بارامتريك ام ار اي، يعني ساعات بنشك في المريض عنده ارتفاع نوعا ما في البي اس سي مش قادر احدد، بالفحص الشرجي انا مش قادر احدد عنده كانسر بروستات ولا لا. احنا بنحتاج نعمل حاجه اسمها مالتي بارامتريك ام ار اي، بيدينا دلاله على النقط او البؤرات الموجوده داخل البروستاتا وبالتالي ممكن ناخد منها عينه. وفي حاجات جديده برضو اللي هو الفيوجن للام ار اي مع الترانس ريكتال الترا ساوند، دي برضو من الحاجات الجديده الحقيقه. البروستاتا تؤثر على الانتصاب؟ وبرضو دي من الحاجات اللي احنا بنقابلها كتير جدا. المريض يجي يقول لك والله عندي ضعف انتصاب،
يا دكتور ما تكونش البروستاتا. هي الفكره الحقيقه ان البروستاتا مظلومه شويه في القصه دي. ناس كتير بتربط موضوع البروستاتا بالضعف الجنسي، لكن الحقيقه عكس كده. ليه؟ طبعا لان المريض بيجي في الفتره اللي هي في سن ال 45 او سن ال 50 سنه، يعني معظم الناس ممكن يعاني شويه من ضعف جنسي، فبالتالي بيربط الموضوع ده باعراض البروستاتا. وفي ناس تقول والله البروستاتا هي السبب، لكن للاسف هي البروستاتا مالهاش علاقه مباشره بموضوع ضعف الانتصاب. يمكن احنا مثلا بنتكلم احيانا برضو على اسباب ضعف الانتصاب، احيانا ما بنجيبش سيره البروستاتا، لكن هو في الغالب بيكون يعني الموضوع ارتباط نفسي. هو طبعا عنده اعراض، عنده حرقان مش هيشغل دماغه، طبعا عنده حرقان شديد في البول وعنده البول بينزل بصعوبه، فمش هيشغل دماغه طبعا بموضوع ان هو يفكر في الجنس. لكن احيانا بنلاقي الناس كمان بعد العمليات البروستاتا، في ناس كتير لما بتتحسن والبول بيتحسن احيانا الانتصاب نفسه بيرجع وبيبقى احسن وبيبقى افضل. يعني حوالي 30% من الناس بيتحسنوا بعد عمليات البروستاتا، ودي طبعا نقطه برضو يعني بتبقى شائكه شويه عند معظم الناس، هو معلومه مغلوطه شويه. الجديد دلوقتي في العلاجات ايه؟ والله الحقيقه هو العلاجات طبعا حاجة، عارف في علاج دوائي وفي علاج اللي هو بالادويه وفي العمليات. الادويه طبعا احنا قلنا طبعا قبل كده واتكلمنا قبل كده في اللي هي الالفا بلوكرز او مضادات الالفا، او ادويه بتشتغل على هرمون الذكوره ودي بتقلل حجم البروستاتا. الجديد بقى دلوقتي ان احنا عندنا تقنيتين مهمين جدا، حاجه اسمها تقنيه البلازما، التبخير بالبلازما، وفي حاجه تقنيه تانية اسمها التبخير بالليزر او الاستئصال بالليزر. الحقيقه دي طبعا عملت طفره كبيره جدا. احنا زمان كنا بنستعمل طبعا كانت البروستاتا ما يكون حجمها صغير كنا بنلجا لاننا بنشيلها بالمنظار او المنظار التقليدي. طبعا هو المنظار طبعا حاجه كويسه وحاجه كويسه جدا. انا طبعا يعني بقول والله اللي انت بتقدر تعمله كويس اعمله، مفيش مشكله يعني. انا يعني بس هو طبعا طول ما انا بواكب العصر وبشوف الحاجات الجديده، في ناس بتعمل منظار هايل وما فيش عندهم اي مشاكل وبيبقى يعني بيبقى واخد باله، عنده هاند سكيلز عاليه جدا. انا ما بقولش لا الموضوع المنظار، لكن احنا كدكاتره لازم برضو احنا نواكب التطور العلمي ولازم نبقى نشوف ايه الناس بتفكر فيه. دلوقتي حضرتك شايف زي ما انت شايف كده على الناحيه الشمال ده حاجه اسمها تبخير بالبلازما. دي طاقه معينه بتعمل على تبخير البلازما، بتبخير البروستاتا عن طريق التلامس. الحاجه الثانيه اللي هي موجوده على الناحيه اليمين دي الليزر بقى. الليزر ده طبعا برضو طاقه معينه ممكن نعمل بيه اعمل بيها تبخير وبعمل بيها استئصال للبروستاتا. الحقيقه ميزه التقنيات دي ان احنا طبعا كنا زمان العيان اللي هو عنده حجم بروستاتا كبير جدا كنا بنلجا ان احنا نفتح العيان، نعمل عمليه مفتوحه، جراحه مفتوحه. فطبعا المريض كان بيقعد بقسطره فتره طويله، قابليه النزيف بتكون عاليه جدا، العيان ممكن يحتاج نقل دم. مع التقنيات الحديثه دي طبعا دي بنسميها وان داي سيرجري، يعني العيان بيعمل عمليه النهارده بيخرج ثاني يوم على طول، مفيش اي مشكله، مفيش نقل دم، مفيش نقل دم، قليل جدا الحقيقه لو احتاج. طبعا بنطبقها برضو على احجام كبيره، لو حجم البروستاتا كبير مفيش مشكله. احيانا بنعمل عمليه تبخير مع استئصال، يعني ممكن نعمل الاثنين مع بعض في وقت واحد. زي ما حضرتك شايف كده الليزر، انا على الناحيه الشمال ده الليزر، ده الفايبر بتاع الليزر، بحاول انا ازق البروستاتا كلها وبدخلها جوه المثانه، وبعد كده بدخل بحاجه اسمها مورسليتور، ببدا اقطع البروستاتا نفسها الشيبس كده. ودي برضو فيها ميزه كبيره ان انا باخد الانسجه دي بحللها، يعني عند مثلا لو انا شاكك ان هو ممكن يكون كانسر بروستيت او حاجه، ممكن احلل الانسجه دي بعد العمليه واعرف اذا كان فيها مشاكل ولا ما فيهاش. تاني حاجه طبعا المريض بيرجع لحياته العمليه طبعا بسرعه، ما عندوش اي مشكله، تاني يوم بيشيل قسطره وبيروح، ممكن شويه حرقان بسيطه في البول، دي طبعا بنتغلب عليها بشويه ببعض الادويه. طبعا من التقنيات الحديثه الحقيقه اللي هي عملت طفره كبيره جدا في مجال عمليات البروستاتا الحقيقه. عمليه طبعا بقت رائعه، بقت زي ما يقولوا عمليه محببه، نسبه النجاح فيها عاليه جدا جدا. بالظبط بالظبط، نسبه النجاح عاليه جدا الحقيقه، والساتسفاكشن بتاع المريض نقله ثانيه في طبيعه حياته بعد. هي طبعا هي طبعا مكلفه شويه يعني الحقيقه، بس هو طبعا التكنولوجيا الحديثه والتكلف دي في مقابل الخطوره بتاعت، يعني انا دي بتبقى يعني انت بتفادي نفسك في خطوره ان انت تعمل عمليه فيها مشكله. لا هي مكلفه فعلا الحقيقه، ممكن يعني الليزر اغلى شويه او اعلى شويه، ده طبعا ان مستلزماته كتيره ومستهلكاته طبعا بتكون كتيره الحقيقه. اللي بس الليزر نقله كبيره جدا في نوعيه الجراحه. بالظبط. هروح بقى لو المريض اشتكى من ضعف انتصاب كمان او كان لوحده عنده ضعف انتصاب، هو ضعف الانتصاب ساعات يربك المريض في التشخيص؟ يعني نفس المريض بيبقى جاي مش عارف هل هو فعلا بيشك من ضعف انتصاب ولا المساله ايه، ولذلك الانفستيجيشن مهمه. هي طبعا هو موضوع ضعف الانتصاب دوت من الحاجات يعني طبعا مهمه قوي ان احنا نبقى الاول عارفين يعني ايه ضعف انتصاب. فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدره على حدوث الانتصاب، يعني واحد ممكن يجي ان هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما اجي اقرب للزوجه ما يبقاش في انتصاب، او انا ببقى كويس وساعه العلاقه بيختفي.
واحد تاني طبعا هو بيترجم الموضوع ان عنده سرعه قصف، عنده سرعه قصف سريعه جدا، فبالتالي هو ممكن ينفر من العلاقه، او بيترجم الموضوع ان هو ما عندوش قابليه للانتصاب يعني. واحد تاني ممكن برضو في ناس تيجي تقول لك والله انا بقى جامع مره بس المره التانيه ببقى ضعيف. طبعا هو المفهوم كله بيتلخص في موضوع القوه والصلابه، طالما فقد القوه والصلابه ده معناه عنده ضعف انتصاب. الحقيقه احنا طبعا لما بيجي لنا مريض العياده طبعا بنبدا معاه بالحاجه اسمها التاريخ المرضي، ببدا اقعد مع المريض، ببدا افهم هل في مشاكل ولا ما فيش، لان احيانا الموضوع ممكن يكون نفسي وممكن يكون الموضوع عضوي. فبالتالي نفسي ده دايما بنقابله في شهر العسل، يعني لسه متجوز، لسه مثلا هيبدا يعمل علاقه، بيحصل له ان هو بيخجل من العلاقه، او احيانا بيصاب، بيبقى عنده انتصاب قوي جدا، اول ما يقرب للزوجه الانتصاب بيختفي، ده بنسميه زي حاجه زي التسرب الوريدي. واحيانا بعض الناس طبعا بتتظلم برضو، بيبقى عنده انتصاب قوي جدا بس الزوجه نفسها عندها تشنج مهبلي، فبتقفل رجليها، فبتخلي المريض، بتخلي الشخص نفسه خايف يعني، بيبقى قلقان متوتر، وبالتالي ده بنسميه ضعف جنسي من النوع النفسي، بالاضافه بقى للتوتر والقلق وواحد شغل دماغه بالشغل، طبعا دي كلها عوامل تندرج تحت النفس. المشاكل العضويه طبعا بيكون ممكن المريض يكون اشهرهم مرض السكر، يعني الناس اللي عندهم سكر بتقول اكتر ناس بيصابوا بموضوع الضعف الجنسي. بعض الادويه زي مضادات الاكتئاب، بعض الناس اللي عندهم مرض زي مرض بيروني، كل دي عوامل طبعا بتندرج تحت المشاكل العضويه. طبعا لما بيجي لنا المريض ببدا معاه بالتاريخ المرضي، نبدا نفهم طبيعه اللي عنده، وجود الزوجه طبعا بيكون مهم، لان هي طبعا ممكن تشارك الزوج، وده بصراحه بيبقى مهم جدا. ممكن احنا في عاداتنا دلوقتي لاحظنا ان معظم الازواج، ودي حاجه كويسه، بدا يجيب مراته ويجي يتعرفنا طبيعه المشكله عنده، لان يعني بعض الناس طبعا بيكون في نقاط مش معروفه او حاجات نبدا نكتشفها اثناء العلاج. نبدا نعمل بعض الفحوصات، سواء بقى فحوصات معمليه او اشعه، منها تحليل السكر، تحليل الدهون، تحليل الهرمونات، لان بعض الناس عندهم خلل هرموني. بنبدا نعمل اشعه زي اشعه الدوبلر، ودي بتقيس كفاءه العضو الذكري، بتقيس معدل الدم داخل الشريان، معدل خروجه. طبعا الفحوصات دي مهمه جدا علشان انا هشوف هبدا مع المريض منين. ناس كتير جدا الحقيقه لما بتجي لك العياده هو عايز ياخد دواء خلاص يعني، هو فبقول له طب الفرق بيننا وبين الصيدليه ايه؟ ما انت لو انت عندك مشكله روح الصيدليه وخد حبايه. فالفرق ان انت بتشخص، ان هو قد يكون ضعف الانتصاب عرض لمرض. يعني ناس كتير اكتشفنا ان عندهم سكر، ناس كتير اكتشفنا عندهم زياده في هرمون اللبن، يمكن في مريض كان عنده مشكله زياده كبيره جدا في هرمون اللبن وطلع عنده ورم في الغده النخاميه. بعض الناس احيانا وهو بيقيس بيعمل اشعه الدوبلر العضو الذكري ممكن يلاقي فيه مشاكل مع حضرتك عارف البلس بتاع الهارت او القلب، ممكن يكتشف ان المريض عنده مشكله في القلب اثناء هو بيعمل اشعه من 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 البلس نفسه، من اشعه الغير منتظمه بالظبط كده، ممكن يكتشف ان هو عنده مشكله. فممكن المريض يكون عنده مشكله في القلب ونكتشفها وهي ضعف الانتصاب عرض للقلب بالظبط، ممكن المريض ما يحسهاش. في ناس كتير بيبقى عندها حتى اي اف ولا بيشتكي، شفنا ناس كتير جدا، يمكن في بعض الابحاث كمان اتعملت على الموضوع ده. ايه الجديد دلوقتي في علاج ضعف الانتصاب؟ الحقيقه طبعا هو العلاج ضعف الانتصاب حضرتك عارف طبعا العلاج بالادويه هم اربع محطات تقريبا، المفروض ان كل واحد يمر بيهم، اي واحد بيشتكي بضعف الانتصاب لازم تمر بهذه المراحل. في ناس معينه يكون مر بمراحل كتير جدا وعنده بقى نسبه تسرب وريدي كبيره جدا، والله ساعات بنلجا للدعامات، لكن انا بقول والله يا جماعه الدعامات هي اخر مرحله، هي اخر مرحله لعلاج ضعف الانتصاب، اخر محطه، اخر محطه بالظبط. المريض فبالتالي وتعبير المحطات ده مهم، ده مهم جدا ده، ان انا دلوقتي ابدا بالعلاج، هو طريق الدوائي. له محطات، ده المفروض، ده المفروض، والمفروض كل الدكاتره زمايلنا يمشوا على دي الجايد لاين بتقول كده، يعني حتى الجايد لاين نفسها هي اللي بتقول كده، والله ببدا بالعلاج الدوائي. حضرتك عارف طبعا اللي هي السلدنافيل ومشتقاتها. احيانا حاجه برضو ظهرت جديده اللي هي حاجه اسمها الشوك ويف، اللي هي الموجات التصادميه، ودي برضو طاقه معينه بتعمل على زياده ضخ الدم داخل العضو الذكري، برضو ليها المريض بتاعها، مش كل الناس تنفع لهم موضوع الشوك ويف، لازم برضو الدكتور، ده دور الدكتور ان هو ينتقل المريض اللي هو عنده نسبه تسرب وريدي قليله، المريض اللي عنده ضخ الشريان نوعا ما كويس، المريض ما عندوش مرض زي مرض بيروني وعنده تليف، يعني ننتقل المريض اللي تنفع معاه الشوك ويف عشان ما يستهلكش طاقته وفلوسه على الفاضي. لازم برضو ابقى امين في الجزئيه دي. الحاجه المهمه برضو موضوع الحقن الموضعي، طبعا دي من الحاجات برضو المهمه، وطبعا دي برضو انا بنفرد لها حلقه ان شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل، برضو ليها المريض بتاعها اللي هو بنسلكت البيشنت اللي ينفع معاه الحقن الموضعي. اخر حاجه طبعا الدعامات، حاجه عارف طبعا الدعامات في دعامه شبه صلبه وفي حاجه اسمها الدعامه الهيدروليكيه او الدعامه البالونيه او الدعامه القابله للنفخ. هو المريض ينفع الاثنين، ينفع له دي او ينفع له دي، واحنا بنختار مع المريض سواء هو محتاج دي اوكي دي اوكي، مفيش مشكله. لكن احيانا احنا بنفرض انواع معينه في بعض المرضى، وده برضو دور الدكتور ان هو
يوجه المريض بامانه للحاجه اللي هو بيحتاجها. يعني هو محتاج يعني مثلا بعض الناس عندهم كيس الصفن صغير مش هقدر احط المضخه فبالتالي بستعمل اللي هي السيمروجين. بعض الناس عندهم مشاكل في الاعصاب الطرفيه ممكن استعمل مثلا انفلاتابل. واحد مش هيقدر يستعمل ايده في ان هو يستعمل المضخه بتاعه الدعامه الهيدروليك ممكن استعمل الشبه الصلب. الحقيقه دكتور ايمن الفتره اللي فاتت دي كنا احنا بنتكلم على الدعامه اللي هي شبه الصلبه وبنقول ان هي احسن وديورابل. الحقيقه زي ما حضرتك عارف كده زي العربيات كل يوم مثلا واحد يظهر حاجه جديده في جديد. الدعامه الهيدروليك دلوقتي الحقيقه بدات ان هي تقفز بطريقه كبيره جدا. يمكن في مصر دلوقتي كمان بدا يبقى فيه كان الدعامه ثلاثيه الاجزاء دي كانت هي دلوقتي الموجوده. وطبعا بعض الاطباء بيلاقي صعوبه طبعا ان هو يركبها لانها بتحتاج مهاره كبيره جدا. بدا دلوقتي يبقى فيه ثنائيه الاجزاء. الحقيقه برضو دي عملت طفره كبيره. بدات الدعامه الهيدروليك تفرض نفسها دلوقتي وبدا يبقى لها دور كبير جدا. طبعا هي دعامه الحقيقه هي فيها تكنولوجيا عاليه معقده شويه اغلى برضو. كل حاجه لها مميزات ولها عيوب. بس طبعا بدا ان الدعامه الهيدروليك يبقى لها تفرض نفسها بزياده الحقيقه وبدا يبقى نسبه قوه الانتصاب. يمكن دلوقتي كمان في ابحاث على حاجه اسمها اجريسيف ميجرمنت ان انا ببدا ممكن اخد طول زياده في العضو الذكري ان مع الوقت الدعامه دي تتمدد. ممكن دي من الحاجات الجديده دلوقتي ان انا ممكن احط مقاس كبير شويه على اساس ان القضيب نفسه ممكن يكبر مع يزيد. بس طبعا زياده ملحوظه يعني زياده مش ملحوظه قوي. او انا مش بقول الدعامه بتكبر عشان برضو في ناس بتفهم الكلام غلط. ساعات بيقول لك الدعامه دي عشان تكبير العضو الذاكر. لا هي مع الوقت ان انا بزود عرض القضيب بتدي ماكسيمم جيرس اللي هو العرض او السمك. ممكن برضو الطول نفسه مع الوقت يزيد. فالحقيقه الدعامه الهيدروليك بدات برضو تفرض نفسها بقوه الحقيقه. الدعامه اذا كل شويه بيحصل حاجه اكثر فرحا يعني اكثر تطور سعاده بالنسبه للمرضى في الاخر. مور ناتشرال هي اقرب للطبيعي. يعني دلوقتي اقرب للطبيعي. الثانيه ارخص سهله ديورابل بتقعد برضو فترات طويله نسبه اعطالها اقل. كل حاجه لها مميزات وعيوب. بس طبعا مع التكنولوجيا الحديثه والتطور الجديد الحقيقه برضو بدات الاعطال تقل تماما. ما بقاش نشوفها قوي زي زمان فبدات تفرض نفسها بقوه الحقيقه. دوالي الخصيتين برضو تاثيرها ايه؟ علاقتها ايه بضعف الانجاب وضعف الانتصاب للنجاب؟ هو طبعا دوالي الخصيه طبعا هي عباره عن تمدد. يعني برضه عشان الناس تبقى عارفه ده تمدد واطاله بيبقى في الاورده الخارجيه بتاعه الخصيه. ممكن المريض يشتكي ان هو في تمدد كده او شكل الخصيه نفسه مختلف هو يعني شكله غير عادي. ممكن في الاطفال برضه الام ممكن تكتشفه في بعض الاطفال ان شكل الخصيه مختلف. ممكن المريض يشتكي بالم بس الالم بيكون خفيف. يعني من النادر قوي ان هي تعمل الم. بعض الناس تلاقي شكل الخصيه مختلف او صغر في حجم الخصيه. الحقيقه الدوالي طبعا بتاثر على اكتر حاجه ان هي يعني هو اشهر سبب ممكن ياثر على الانجاب واشهر سبب ممكن يتعالج. فممكن تاثر على العدد تقلل العدد ممكن تقلل الحركه ممكن تعمل تشوهات في الحيوانات المنويه وبالتالي ده اشهر سبب ممكن نعالجه. وطبعا ده ليه نظريات كتيره طبعا في اسبابه. الفكره ان دوالي الخصيه دي ممكن طبعا بنشخصها بحاجه اسمها اشعه الدوبلر. والاشعه دي طبعا ممكن تقول لنا نسبه الدوالي قد ايه كبيره ولا صغيره موجوده على ناحيه واحده ولا ناحيتين. طبعا هي الدوالي ملهاش علاقه مباشره برضو بموضوع ضعف الانتصاب. يعني ناس كتير جدا برضو بتربط موضوع ضعف الانتصاب او بتربط موضوع الدوالي بضعف الانتصاب. الحقيقه ما فيش علاقه مباشره ما بين الاثنين لكن في بعض الابحاث يعني بتقول الكلام ده. بس طبعا مش ابحاث كتيره الحقيقه قالت ان في ناس لما عملهم عمليه الدوالي بداوا يتحسنوا. يعني الكلام ده على علامه استفهام برضو شويه مش اكيد 100%. لكن هو الحقيقه ما فيش علاقه مباشره ما بين دوادي الخصيه وموضوع ضعف الانتصاب. العمليه اللي بتعملها افضل حاجه ايه؟ الحقيقه هو طبعا في عمليات كتيره جدا بس احنا كدكاتره ذكوره حاجه اسمها الدوالي بالميكروسكوب الجراحي او الجراحه الميكروسكوبيه. هي ميزه الجراحه الميكروسكوبيه عن باقي العمليات ان هي اول حاجه بتكبر الفيلد. فزمان كنا بنفصل الوعاء الناقل وناخد الاورده كلها بالشرايين بكل حاجه بتتربط مره واحده. هي لا هو دلوقتي بدا ان احنا نفصل الوعاء الناقل بالشريان بتاعه بتدينا طبعا ماجنيفيكيشن اعلى فبالتالي الشريان ممكن اقدر اشوفه. ده احيانا كمان يعني انا يمكن بعض الابحاث اللي انا شغال عليها حاليا دلوقتي انا ممكن اعمل سبيرنج او ممكن احافظ على كذا شريان مش شريان واحد. ساعات بنوصل لثلاث شرايين في شريان بره الحبل المنوي شريان جنب الوعاء الناقل الشريان الاساسي بتاع الخصم. فاحنا ممكن نحافظ على الثلاث شرايين موجودين. تاني حاجه بنحافظ على حاجه اسمها الاوعيه الليمفاويه. ممكن برضو بعض الابحاث اللي انا عملتها كنا بنحقن صبغه داخل الغشاء اللي هو الخارجي بتاع الخصيه فكان بيلون الاوعيه الليمفاويه وبالتالي كنا بنحافظ على الاوعيه الليمفاويه عشان يعني ما يجيلوش قيله مائيه.
ناس كتير جدا الحقيقة ممكن يصاب بقيلة مائية، ممكن يجيله ضمور في الخصية، ممكن يأثر طبعا على الشريان المغذي للخصية. الحقيقة احنا بدنا نتفادى الموضوع ده، والمضاعفات نفسها بدأت تقل. وطبعا مفيش عملية ملهاش مضاعفات، بس طبعا المضاعفات بدأت تقل جدا. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري، أو المشكلة بتبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقة طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة. ناس كتير جدا، يمكن أكتر رسائل بتجينا على الصفحة عندنا على الفيسبوك، وأكتر رسائل بتجينا على الواتس والويب سايت بتاعنا، هو تكبير العضو الذكري. الحقيقة هو الموضوع طبعا موضوع شائك الحقيقة شوية، وأنا بقول طبعا هو ليه كذا حاجة. ممكن يكون صغر حجم العضو ده فعلا، هو المريض عنده صغر فعلا، ده بنسميه حقيقي، يعني هو عنده مشكلة فعلا في صغر حجم العضو الذكري، وده المفروض إن احنا بنكتشفه ساعة الولادة، وده دور الأم إن احنا طبعا نكتشف الطفل أول ما يتولد، أو المتابعة بالمقارنة طبعا بإخواته. ناس كتير في ناس كتير بتبقى يعني عندها وعي شوية، عنده صغر في حجم الخصية، صغر في حجم العضو الذكري، ده بيكون بسبب الخلل الهرموني، وده لما بنكتشفه بدري الحقيقة بيبقى علاجه كويس جدا. الحقيقة في بعض الناس بيبقى عنده صغر في حجم العضو الذكري ده وهمي، هو بيتوهم إن حجم العضو الذكري هو بيبقى كويس جدا. يعني في ناس كتير بتجي لي العياده بفحصه الاقي ان الحجم العضو الذكري كويس جدا، ما عندوش اي مشكله، بس ده عامل له هاجس نفسي ومحسسه ان هو صغير. وبالتالي بلاقي ناس كتير جدا ممكن ما يتجوزش، ممكن يقعد فتره طويله لغايه سن الخمسين سنه وما رضاش يتجوز، لانه خايف متهاله ان هو حجم العضو مش هيبقى فيه، او هيبقى فيه مشكله في موضوع الاشباع الجنسي لدى الزوج. احيانا بعض الناس برضو بيكون عندهم بيقول ان حجم العضو الذكري كان كويس وبعدين صغر. طبعا هو ده بيبقى هو مفيش طبعا عضو ذكري طبعا بيصغر، لكن الفكره ان بعض الناس بيبقى عندهم سمنه زياده شويه، جسمه بدا يزيد، بدا يبقى عنده ترهلات في الجسم، فبدا ياخد من حجم العضو الذكري، فبدا بالنسبه له ان هو ده بنسميه ظاهري، هو ما كانش عنده وبدا يجيله. الحقيقه طبعا احنا يعني موضوع صغر حجم العضو ده لازم يكون في امانه علميه طبعا، لان ناس كتير بتلجا لموضوع تكبير العضو الذكري بدون داعي، فبالتالي احنا لازم ناخد بالنا من الجزئيه دي. في ناس طبعا بنعمل حاجه اسمها عمليه فك الرباط، في ناس طبعا بنعمل عمليه شفط الدهون او بنرفع الدهون، وبالتالي بيدي طول، بس طبعا مش بيدي طول يعني اللي هو متخيله. طبعا في ناس طبعا بترجع بقى للموضوع النت والكريمات واجهزه الشفط والحاجات دي كلها، طبعا دي كلها حاجات نصب، ده نصب عالمي، للاسف ما بتعملش اي حاجه. انت نورتنا النهارده، ربنا يخليك، ساعدتني في هذا الحوار الممتع المتنوع كالعاده، حوار ولا ارقى ولا اجمل في واحده من اكثر الأولي التجمعات المرضية، أكثر الكوليكشن المرضي شيوعا. وصحيح أن كل حالة من اللي احنا قلناهم قد تأتي لوحدها، لكن في كثير من الأحوال يأتي المريض ليشتكي من مشاكل في البروستاتا، وأيضا مصاحبة مشاكل في الضعف الجنسي، ويشتكي من دوالي وسرعة قذف، وربما أيضا يشتكي من مشكلة في حجم العضو الذكري. كل ده ممكن يتوجد مع بعض، لكن احنا حلينا كل مشكلة لوحدها، ممكن نحل كل المشاكل مع الضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحات الكلى والمسالك البولية والتناسلية، واستشاري أمراض السكر والعقم والضعف الجنسي، الأستاذ بكلية الطب، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية المصرية والمصرية لجراحات المسالك البولية، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا كالعادة في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. الأستاذ الدكتور سامح فتحي، استشاري الأشعة التداخلية بمستشفى جامعة الأسكندرية، عضو الجمعية الدولية لتطبيقات الليزر، دكتوراه الأشعة التشخيصية والتداخلية، عضو الجمعية المصرية للتدخل تحت الأشعة. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم الأشعة التداخلية والتدخلات المحدودة. النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن التدخلات المحدودة في عالم الغضروف، لكن عايز أقول لكم في حاجات كلاسيكية معروفة مفهومة مشهورة بتسبب الإصابة بمشاكل في الغضروف، ما الشيل التقيل والحركة الغلط وقلة الرياضة والوزن، كلام الكلاسيكي. لكن في كم حاجة كده الناس ما تاخدش بالهم منها، ده دلالة على إن العمود الفقري والغضروف يا جماعة هش. النهاردة هنتكلم في التدخلات المحدودة، ودي بقت ترند في العالم وبقت واي مهم جدا للتعامل مع مشاكل الغضروف. النهارده مع نجم من نجوم
علاج الألم التداخلي والأشعة التداخلية، الاسم القدير والكبير والقيمة العلمية القديرة، الأستاذ الدكتور سامح فتحي استشاري الأشعة التداخلية كلية الطب جامعة اسكندرية، دكتوراه الأشعة التداخلية، عضو الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، الاسم الكبير في هذا العالم. أهلا بك يا دكتور سامح. أهلا بحضرتك. عايز أعرف أعراض الانزلاق الغضروفي الأول. هو زي ما حضرتك قلت كده في الأول، يعني الأعراض اللي هي معروفة متعارف عليها عند كل الناس إن بيبتدي الألم في الظهر، واحد بيعمل أي حركة أو لوحده بيبتدي يشعر بألم في ظهره، وأحيانا يشعر بألم في رجله بس من غير ظهره، وأحيانا الوجع بيبقى في الظهر ويسمع في الرجل، ممكن يبقى معاه تنميل أو معاه تقل في الرجل معه أكتر وهو قاعد، وساعات برضه هو قاعد وهو ماشي أو هو واقف. كل الأعراض دي بتقول لنا إن في عندنا حاجة غلط ولازم ندور عليها، وهي غالبا تبقى انزلاق غضروفي أو حاجات تانية شبيهة زي التهابات أعصاب أو حاجات تانية كتير. إزاي نشخص الحالة؟ احنا بنشخص الحاله طبعا بالهيستوري، ناخد الاول نسال المريض بالظبط تفاصيل تفاصيل اللي حصل له ايه وبدا امتى بقى له قد ايه، والالم ده بيزيد ولا بيقل، بيزيد مع الاوعاد ولا بيزيد مع المشي، بيروح بايه، مسكن معين ولا بوضع معين. حاجه كلها بتفرق معانا كتير قوي، سن المريض طبعا وطبيعه شغله بتفرق معانا كتير قوي وطبيعه حياته اليوميه العاديه. الحاجه الثانيه نرجع بقى للاشعه. الاشعات هي من احسن الحاجات اللي بتشخص على طول الغضروف، هو الرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي طبعا ده بيبين الغضروف ونوعه ايه، هل هو مقطوع، هل هو في رابشر، في انفجار في الغضروف، ولا مجرد هو ان هو بس نتوق بس طالع من الغضروف. هرنيه كونتين ديسك، يعني الغضروف جزئين، ماده جيلاتينيه جوه وماده ناشفه بره الاطار الصلب بتاعه. لو الاطار ده سليم بيفرق معانا كتير قوي في العلاج عن الاطار لما يكون فيه قطع. احنا شخصنا، هنبني بقى الخطه العلاجيه الأكيد بتحدد حسب الحالة. هو غالبا المريض بيبقى بيجي لنا بعد ما يكون لفة كبيرة، يعني يمكن نادرا ما بيجي لنا أول مرة. غالبا كلهم واخدين علاجات مسكنات ومضادات التهابات فترات، سواء فترات قصيرة أو فترات كبيرة، بس قلما إن حد يجي لنا مثلا جاله وجع امبارح أو أول بيجي لنا، مفيش الكلام ده أصلا. يعني إحنا بنشوف بعد أسبوعين، شهر، اتنين، تلاتة، سنين. واحد بيقول إحنا تعالى بقى لي سنة وسنتين وتلاتة وأربعة وخمسة. بيبتدي الاول بالعلاج اللي هو الدوائي، اللي بيستجيب بالعلاج الدوائي ما مش بنعمل له حاجه خالص، لان هو غالبا الغضروف ده بالزمن يبتدي يفقد الميه بتاعته وينشف شويه، ممكن ينكمش شويه على العصب والامور تتحل خلاص والمشكله تتحل. الحاجه الثانيه العلاج الطبيعي اللي بيدينا في الاول، نديله علاج لمده شهر الاول، وبعد كده يقول له علاج طبيعي جلسات. لو استجاب على العلاج الطبيعي والادويه خلاص انتهى الموضوع، مش بنقرب له، لان مش كل واحد عنده غضروف في الاشعه بنعمل له عملية أو بنعمله تداخل محدود، لأن أغلب الناس لو عملنا لكل الناس اللي حوالينا دول الأشعاعات غالبا هنلاقي مثلا 20% منهم عندهم غضاريف ومش بيشتكوا بيها أو شكوى بسيطة وراحت لحالها. يعني الحاجة الثالثة بعد العلاج الطبيعي دي المراحل، المفروض الأشعة التداخلية وملحقاتها، وآخر مرحلة خالص عندنا هي جراحات. إمتى يعني حالة نقول إنها تحتاج إلى جراحة؟ يعني اللاند مارك عشان نحط الخط الفاصل في الحاجة. الخط الفاصل في الجراحة معروف والمفروض ما نتعدهوش، لأن الجراحة لها مشاكل هنشوفها دلوقتي. الحاجة اللي تخليك تعمل جراحة هي حصل مشاكل في البول، عدم إحساس بالتبول أو سلس بولي، أو حصل عدم تحكم في البراز أو البول دي، أو سقوط قدم لا قدر الله. الحاجات دي كلها لازم تعمل جراحة. لازم دي لازم جراحة. طب النقطة بقى في كلام حضرتك أن يوجد مضاعفات قد تحدث من الجراحات مثلا. هي الجراحه مشكلتها في حاجه اساسيه، حاجه يعني حاجات عاديه اللي بتشوفها كل يوم، مشاكل الجراحه العاديه اللي هو الالتهاب والنزيف انك انت بتشق في الجلد وتشق في العضلات وتعمل ضعف في عضلات الظهر. انما المشكله بتاعه الجراحه اللي ملهاش حل تليفات والتصاقات بعد الجراحه. مين يجي له التصاقات وتليفات؟ ما حدش يعرف، بس اللي بيجي له التصاقات وتليفات بعد الجراحه ملهاش علاج، ودي دي كفيله ان تخلي الواحد يبعد تماما عن الجراحه قدر الامكان. ايه الفرق بين الجراحه والعلاج بالليزر مثلا في الحالات اللي الاثنين ينفع فيهم؟ احنا هنقول حاجه، احنا علاج الغضروف مش استئصال الغضروف. علاج الغضروف ان احنا نشوف الحاله العامه للمريض، يعني نشيل الغضروف سهل، نفتح بالجراحه نفتح فتحه كبيره ونشيل الغضروف وخلاص، مش دي المشكله. احنا مش بنعالج الغضروف ان احنا نستأصله، احنا بنعالجه ان احنا نبص لحياه المريض بصفه عامه كلها على بعضها. المريض اللي بيعمل اللي هو انديكيتد ان هو يعمل جراحه، وانديكيتد ان هو عنده حاجات تانية، يعني اللي ينفعه جراحه وينفعه ليزر وينفعه منظار، لما بيعمل جراحه بياخد سكه، ولما بيعمل الحاجات المحدوده بياخد سكه تانية خالص، لان فتحه الجراحه فتحه كبيره
قدر الامكان، حتى لو احنا قلنا ان في فتحات جراحيه صغيره اللي هي الجراحه الميكروسكوبيه بس لازالت فاتحه، لازال بيفتح في الجلد وينسح في العضلات، يفتح في العضلات ويفتح في الانسجه الرخوه كلها اللي في الجسم، ويبتدي يلجا انه بيجيب قراده ويبتدي يشيل في اجزاء من العظم عشان يوصل الغضروف. ومن هشوفه ازاي لازم يوصل له، سواء عمل الكلام ده بال الجراحه التقليديه العاديه او عملها بالميكروسكوب. فده عيب الجراحه. وطبعا الهيلينج، انت بتفتح انسجه طبقات كتيره جدا من الانسجه، والانسجه دي كلها بالطبقات دي محتاجه انها تلقم تاني، فبياخد وقت اكبر بكتير قوي من العادي. الحاجه الثالثه، انت بتعرض الجرح ده للهواء العادي، ويمكن هو ده السبب اللي احنا شايفينه، يعني بيبقى هو ده سبب الالتصاقات. فانت عرضت المريض لفتحات كبيره قوي، تاخد هيلينج فتره، التئام في فتره كبيره قوي، وفي نفس الوقت برضو ان انت عرضته انه ممكن يحصل له تليفات اللي هي ملهاش علاج. احنا بنحاول نعالجها بمنظار بيسلك الالتصاقات دي، بس طبعا كل دي حاجات محاولات بس، انما وانس حصلت ما بتتعالجش. في حين ان العلاج اللي هو التداخلي مثلا بالليزر فرضا بالمنظار او كده، انت مش بتشيل الغضروف كله طبعا، بتشيل اجزاء منه بس انت بتشيل الاجزاء الكافيه ان المريض يتحسن، لانه في الجراحه ممكن يتحسن بنسبه 100% في الاول قبل ما يحصل تليفات. الليزر جايز ما تحسنش 100%، جايز حاجه 80%، بس 80% دي ككواليتي اوف لايف عامه بتبقى احسن له كتير، انه ما عادش في المستشفى غير نص يوم، راح نزل شغله بعد 3 4 ايام، ما عندوش وجع في ظهره مطرح شد الجراحه ومطرح مشاكل الجراحه كلها، ما عندوش نسبه مضاعفات، ما عندوش فرصه للنزيف مثلا. المضاعفات في التدخلات المحدوده 4%، المضاعفات في الجراحه 4%، اضعاف مضاعفه نسبه المضاعفات بتاعتها. فاحنا هناخد ريزلت وقتيه كويسه وسريعه في الجراحه، بس يعلم اللي ممكن يحصل بكره او بعده. انما الليزر بناخد نسبه اقل شويه بس بتكون كافيه، وبتخلي المريض حياته سعيده شويه. الحاجه الثانيه، الجراحات فيها برضه مشاكل ثانيه، ان انت الفقرات اللي فوق المنطقه الجراحه نفسها ممكن يحصل فيها مضاعفات نتيجه ان انت ثبتت مثلا الفقرات، فيحصل ضعف في المنطقه اللي فوقيها يعني. لازم يعني برضه من كلامنا يبقى مفهوم انه اللاند مارك او الحالات التي تحتاج الى الجراحه تكون مفهومه للناس، تكون قريبه من الناس، بالظبط ما نتعدهاش. وفي نفس الوقت برضو من على الجانب الاخر ما نديش لحاله تحتاج الى الجراحه اسلوب اخر. لا طبعا الكلام ده مرفوض تماما، انت حالتك تحتاج جراحه لازم تعمل جراحه، بالظبط كده. وفي نفس الوقت اذا حالتك لا تحتاج الى جراحه تستفيد من ما فيش داعي تعمل جراحات، الافضل ما تعملش جراحه. والا ما كانش يبقى في يعني اختراع للتدخل المحدود. امتى نلجأ للمنظار؟ والله انا بعتبر المنظار ده يعني انا بعتبره يعني ان هي من احسن الحاجات طرق العلاج، لان هو واخد ما بين الاشعه التداخليه اللي هي قليله شويه زي اللي بيعمل مثلا تردد حراري واللي بيعمل شفط غضروف، الحاجات دي كلها تاثيرها على الغضروف بسيط مش جامد. انما المنظار ده لا، ده حاجه شبه جراحيه. اي نعم ما فيش فيها فتحه جراحيه كبيره، بس انت بتدخل جوه العمق بتاع الغضروف، التكبير فيه عالي جدا، بتشوف كويس قوي قوي قوي. وبنسميه كمان منظار تداخلي، لان احنا طول ما احنا شغالين بالمنظار وشايفين بعينينا شايفين برضو بالاشعه، فهو ده بيضم التداخلات المحدوده اللي تابعه اللي هي الاشعه التداخليه وبيضم التداخلات الجراحيه، هو ده اللي بينهم بالظبط، ونتائجه تكاد تكون زي الجراحه واحسن كمان. المنظار دلوقتي الابروش بندخل ازاي؟ يعني في منظار جانبي، منظار المنظار نوعين يعني هو ثلاث انواع، بس احنا هنتكلم النهارده عن نوعين بس. في حاجه اسمها منظار مرن مش هنتكلم عليه النهارده، ده بتاع الليزر يعني. وفي منظار اللي هو الصلب، ده نوعين، يا اما منظار جانبي يا اما منظار خلفي. المنظار الجانبي انواع غضاريف معينه اللي هي تبقى طالعه في الجنب شويه، والمنظار الخلفي ده بيبقى في اماكن ثانيه من الغضروف لما يكون مثلا منفجر او دخل جوه قناه عصبيه اكتر شويه. نشرح على الانيميشن عشان نشرح للناس ده ايه. المنظار الجانبي ده بيدخل من مخرج العصب، الفتحه الطبيعيه بتاعت مخرج العصب اسمها فتحه العصب، دي بيدخل جنبها من فورامين اسمها فورامين، بندخل تحت العصب بالظبط، بنظبط على جهاز الاشعه وبندخل بالمنظار، بندخل بيه تحت العصب نوصل لغايه الغضروف، ونبتدي نسلك حوالين الغضروف ونسقص الغضروف، وممكن بعد كده ندخل ليزر لو انت عايز تعمل ليزر برضو عن طريق نفس المنظار اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا. اللي احنا شايفينه دلوقتي بندخل بالفورسبس ده ونبتدي نستأصل، نشد الاجزاء اللي طالعه من الغضروف بس، وبعدين ندخل جوه الغضروف بليزر فايبر صغير، لانه برضو بيعمل بيحجم الغضروف او بيصغر حجمه. ولو في عندك اي فيشر او اي قاطع في الغضروف هو بيقدر يلحمه. ايه الاستعدادات الموجوده في غرفه اشعه تداخليه؟ يعني دي بتبقى مختلفه غرفه عمليات فيها الاشعه التداخليه.
طبعا. واحنا بنستعمل جهاز قسطره معين طبعا بكواليتي عاليه جدا، وتبقى الاوضه دي اوضه عمليات اساسا فيها لايت برضو سورس بتاع العمليات. والاكتر من كده ان احنا في الحاجات اللي كده دي لازم المريض يبقى مخدر موضوع بس، دي ميزه برضو تانية ما قلناش في الجراحات، ان انت الجراحه التقليديه او حتى بالميكروسكوب بتدي المخدر كلي، ده لازم العين يكون صاحي، ان احنا شغالين جنب العصب واي حاجه العين بيحس بيها احنا بنعرفها، فلازم العين بيبقى صاحي، فمخدر موضوع فقط لا غير. فدي بتعتبر برضو ميزه كبيره قوي للتدخلات المحدوده او المنظار الجانبي ده. يعني هنشوف دلوقتي العمليه الحقيقيه، العمليه الحقيقيه بيورينا ازاي داخل المنظار من الجنب، وبرضو هنستوعب واحنا بنشوف العمليه ان الجرح محدود جدا. طبعا ما فيش، بص عليك، هو الشيس اللي بندخل منه او فتحه المنظار هي 8 مللي، يعني احنا كل شغلنا في ال 8 مللي زي ما احنا شايفين اهو. بص ما فيش الدخول بيبقى بالظبط، يعني احنا لازم دي مستر اشعه تدخليه ان احنا بنستعملها مع المنظار، لازم تدخل بالظبط على مكان الغضروف، ما ينفعش تدخل قبله او بعده او تحته او فوقه، لازم تدخل على الغضروف شخصيا. فالدخله بتاعت المنظار دي مهمه قوي، نعلم على الجلد بالاشعه بنعرف بالظبط مخرج العصب فين، وندخل بالظبط تحت العصب بتاع اللي هو فيه الاصابه. احنا جايد بالاشعه الداخليه، احنا بندخل الابره الاول، وبعد كده جايد واير، بعد كده ليتر زي الموسعات، كل دي موسعات برضو في حدود ال 8 مللي، وفي الاخر خالص بندخل بال 8 مللي شيس. ال 8 دول بيدخلوا، ال 8 مللي دول بيدخلوا منظار قطره 4 مللي اصلا جواه، اللي فيه العدسه وفيه الوركينج شانل اللي فيها المجرى اللي احنا بندخل فيه القلب بتاعتنا، وبنسحب منه الغضروف او بنغسل منه بمحلول ملح واحنا شغالين، او بنعمل منه كوتري لو في اي نزيف ولا حاجه طبعا بيقف كي بالظبط، بيقف ساعتها. او ده بقى ده الالات اللي احنا بنستعملها، ده الغضروف الابيض اللي طالع زي بتكبر بكبر جدا ولا 100 مره طبعا. وده ميزه تانية في المنظار برضو، ان انا بشوف اكتر بكتير. يمكن الميكروسكوب بيشوف زي المنظار بالظبط في التكبير، بس الفيلد بتاعه صغير، هو بيضطر يدخل من فوق يبص كده، انما المنظار ده بيتحرك زي الجويستيك بالظبط بتاع، بيتحرك يمين وشمال وفوق وتحت يجيب كل الغضروف. من الخلف بقى، الدخول من الخلف لغضروف منفجر من الخلف او في مشاكل بالظبط كده، احنا بندخل من بين الفقرات، ده المكان اللي بنحدد بالظبط المكان، بس ده كل ده منظار جانبي لسه، كل ده منظار جانبي، كل ده منظار جانبي. ده اشعاعات بتورينا دي ده الغضروف، ده المنظار الخلفي اهو. ده شكل المنظار، دي الكاميرا متوصله بالمنظار اللي هو ماسكها في ايده دي. وده باي بولر، ده اللي احنا بنكوي بيه، ده عباره عن ابره رفيعه جدا بنكوي بيها اي بلاد فيسل بينزف يعني او في اي نزيف، ندخل مقص صغير جدا. الحاجات على فكره ضئيله الحجم، يعني ما تفتكروش انها كبيره كده، هي رفيعه جدا جدا. بتكبرها كم مره؟ بتكبر كتير، ممكن حوالي مثلا 30 مره يمكن او اكتر من كده. هي كلها 4 مللي، كل ده 4 مللي، كل ده شغالين من 4 مللي بالظبط، الاطار اللي من بره 8 مللي واللي جوه ده 4 مللي، القطر يعني بتاع القطر. الجهاز المستخدم 4 مللي كده، ندخل من جوه ونشيل كل، وصلنا اهو خلاص لغايه القناه العصبيه نفسها، دي الاعصاب اللي ماشي عليها خطوط حمراء دي، ده العصب نفسه. العصب احنا بنعمل عنه تماما، المنظار بيلف لفه معينه كده بيخلي العصب بعيد عننا خالص، يبقى قدامك الغضروف بس تستأصله وخلاص. المريض بيخرج بعد قد ايه؟ ساعتين. بعد ساعتين من الجراحه بيمارس حياته الطبيعيه بعد كام يوم؟ احنا بنخليه قاعد نريح لازم لمده اسبوعين، لازم يريح يعني. مش عشان حاجه، عشان انت بتبقى الغضروف مفتوح، انت شلت جزء من الغضروف وهي فاتحه مكان الغضروف ما طلعت، فلازم تستنى لما هي تلحم شويه، حتى بتعملها بليزر بس برضه يستحسن تستنى اسبوعين. ممكن اقدر اعمل اكتر من غضروف؟ بالظبط كده. هي طبعا تايم كونسيومنج، طبعا بتاخد وقت شويه، بس ممكن اكتر من غضروف. اكتر من غضروف لانه ساعات بيبقى الانزلاق في كذا مستوى. طبعا اكيد. المريض بعد كده في اي محاذير خاصه بيه يعمل حاجه معينه؟ طبعا هيبعد عن المحاذير الطبيعيه، ما يشيلش تقيل، ما يوطيش كتير، اللي هي الحاجات العاديه، لان الغضروف ده نقطه ضعف عنه برده، الناس برده لازم تبقى عندها فكره ان الغضروف ده بيخف او بيبقى كويس الحمد لله كل حاجه، بس برده نقطه ضعف اكيد. مش ممكن نرجع زي الاول زي 20 سنه فاتوا ويشيل حاجات تقيله ويلعب جيم وبتاع، ممكن طبعا بس يعني عايز استعدادات كتير. نورت وشرفت وابدعت كالعاده، ربنا يخليك. يعني نورت لنا حته مهمه جدا، وخلي بالكم من الكلام، الجمله الاخيره هاخدها واختم بيها كلمه دكتور سامح بيه، اللي هي ان انا لما هعالج غضروف يظل برضو انه عنده نقطه ضعف، فما ينفعش يرجع لحياته ما قبل الاصابه. يعني مطلوب من حضرتك مثلا ان انت تغير الكارير بتاعك، لو شغلتك حمال او شيال او انت بقى من هواة رفع الاثقال لازم تغير من الحكايه دي، لان انت بقى عندك نقطه ضعف مهمه جدا، لازم تخفف وزنك، لازم بقى تساعد الاجراء الجراحي.
تساعده بانك تعمل حاجات تبعد عن العادات الغلط. خلي بالكم العادات الغلط دي مخيفه للغايه، وكمان الممارسات الغلط بالظهر، اللي هو انا مثلا قاعد عامل كده، قاعد ميل على جنب، قاعد عامل كده، الميل في القعده دي حاجه مش لطيفه خالص. لازم تقعد تنقي مكان، انت مثلا هتقعد سهران في مكان او خارج في مكان في كافيه، لازم تنقي كرسي. الكافيهات اللي بتعمل كراسي غريبه تحت كده والناس قاعده من يعني ميله، ده هيقوم من القعده عنده مشاكل في ظهره. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور سامح فتحي، استشاري الاشعه التداخليه كليه الطب جامعه اسكندريه، دكتوراه الاشعه التداخليه، عضو الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، واحد من سوبر ستار هذا المجال. نورت يا دكتور سامح واسعدتنا. خليكم دايما مع ناس حلوه. الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقمة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. أهلا بكم. في قاعدة فقهية وعلمية أيضا الحقيقة مهمة جدا جدا لازم نفهمها، ومن المنطقة دي من هذه النافذة في الفهم الديني العلمي هنبدأ الكلام. القاعدة الفقهية اللي كلكم عارفينها إنه درء المضرة مقدم على جلب المنفعة، يعني إنك لو في حاجة قدامك في الحياة سيئة هي الأهم والأولى بإنك تطردها قبل حتى ما تجيب منفعة لنفسك. علميا الكلام ده بيطبق، يعني في حالات مرضية وراثية بتنتقل عبر العائلات إلى نوع معين من المواليد. يعني مثلا في حالة مشهورة جدا في الطب عندنا اسمها الدوشين مايوباثي، ده نوع من ضمور العضلات اسمه الدوشين، وده نوع مخيف. في نوعين من ضمور العضلات، نوع الاثنين مزعجين، الاثنين مأساويين يعني، لكن احنا بنتكلم على نوع البيكر، ده اسم عالم، مرض ضمور عضلات بيعيش الإنسان حياة طبيعية من ناحية العمر، ممكن يوصل لسن 70 وهو عنده ضمور عضلات. لكن الدوشين لا، الدوشين ده مرض ضمور عضلات بيأثر على عضلة القلب، وبالتالي كتير من الحالات أو المفروض إن الحالات ما بتوصلش العمر متقدم. مرض ضمور العضلات مرض مزعج في الآخر، سواء بيكر أو دوشين. الهيموفيليا مرض أكثر إزعاج، أو مش نقول أكثر، هو مزعج بطريقة مختلفة، مرض مخيف، إن الطفل من هو صغير أي جرح بيصاب بيه وممكن علاجه دلوقتي بيحصل له نزيف. السيكل سيل انيميا، خلايا الدم المنجلية، نفس الكلام. الثلاسيميا، الأمراض دي كلها أمراض وراثية بتنتقل إلى نوعية معينة من الناس. وبالتالي اختيار جنس المولود بقى واحد من العلوم اللي ربنا أعطاها لنا عشان المنطقة دي درء المضر. ربنا أدانا العلم عشان نستفيد فيه، طالما احنا خدناه لازم نستفيد منه. العلم لو ما كانش ربنا عايزنا ناخده نستفيد منه يعني ما كانش عطاه لنا، ده دي عطايا من ربنا. ويبقى الامر كله في ايد ربنا، لانك انت وانت بتختار جنس المولود ممكن فعلا ما تتمش العمليه. فهنفهم الكلام ده بالتفصيل النهارده، ونفهم ابعاده الاجتماعيه النفسيه العلميه الهامه جدا. ضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه في هذا المجال اللي بيسعدني بحواره العلمي الراقي جدا والممتع جدا، الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعه ميسينيا بايطاليا، دبلومه جراحات المناظير المتقدمه ودبلومه جراحات المناظير الدقيقه من فرنسا، عضو الجمعيات المصريه والاوروبيه والامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب. ضيفي العزيز اهلا بك. امين دكتور من زحلت. الموضوع بتاع تحديد جنس المولود اصبح واحد من أكثر المواضيع تدرجاً في المؤتمرات. ده حقيقي فعلا. ليه؟ تقنية جديدة بتستخدم بتفيد كنوع من أنواع الرفاهية لبعض العائلات اللي هو عنده أولاد وعايز يجيب بنات، أو عنده بنات وعايز يجيب أولاد.
النقطه الثانيه والافضل والاهم بالنسبه لنا احنا كاطباء اللي في بعض الامراض الوراثيه اللي بتنتقل لها علاقه بالجنس في اللي هو سكس لينكد. في بعض الامراض ما بتظهرش الا في اكس لينكد. اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردرز. فبتبقى مرتبطه بالاناث او مرتبطه بالذكور. فاحنا كده بنحل مشاكل وراثيه في العائله، خصوصا ان الصفات دي بتبقى في الغالب بتبقى صفات متنحيه، فلما بتظهر بشكل صعب شويه بالنسبه للذكور او الاناث. بس طبعا يعني استخدامها في المجال ده ضيق شويه، بس عشان هو الامراض الوراثيه مش منتشره بالصوره اللي احنا فاهمينها، بس هي بتعمل مشاكل كتير لبعض العائلات اللي هي عائله معروفه بالمرض ده. فطبعا اللي يجي الدور بتاع البي جي دي اللي هو البري جينيتك دايجنوزيس ده بيحل الموضوع ده وبيبقى ليه تدخل رائع في الحالات اللي زي دي. لكن استخدامها الاكتر اللي هو بالنوع اللي هو النوع الرفاهيه، انا عندي بنات وعايز ولاد او عندي ولاد وعايز بنات، دي اكثر استخداما واكثر شيوعا دلوقتي. هو يعني برضو كلمة دي يعني في ساعات بيت تبقى عارفه الام انها محتاجه واحده تساعدها، الام مثلا صحتها كبرت فنفسها يبقى ليها بنت او يبقى هي تقدرها. والله يا دكتور ايمن هي بصه في نقطه برضو اللي هو الممنوع مرغوب. طبعا يعني تلاقي عائلات مثلا، يعني احنا مجتمع ذكوري بالفطره، فتلاقي مثلا عنده بنات وعايز ولاد طبعا. لكن لما تلاقي عندها اولاد وعايزه بنت تبقى قليله شويه، بس بقت موجوده يعني، بقت موجوده ومنتشره كمان يعني. بس هقول لك على حاجه، في الكام سنه الاخيره انا بتهيألي انه في حسب يعني تحس ان لا مساله بتبقى قائمه على العائلات مش في التوتال. يعني في عائله الاب والام نفسه يكون عنده اولاد ذكور، في عائلات تانية نفسهم يكونوا عندهم اناث بنات. خلفة البنات حلوه. ده حقيقي فعلا. عندي حال الاسبوع اللي فات تحديد نوع جنين عايزه بنت، فما طلعش ولا بنت، كلهم طلعوا ذكور. فانا ببلغهم وانا مستاء طبعا، الموضوع مش بايدينا. فلقيتهم جالهم حاله هستيريه من الضحك، بسالهم في ايه؟ قالوا اصل احنا ما عندناش ولا بنت في العيله، يعني اخواته كلهم ذكور واولادهم كلهم ذكور وما فيش، يعني هم كانوا نفسهم في بنت يعني. فهو ضحكوا ده حاجه. هم اكيد في بنات في العيله بما ان في ستات يعني. لا بتكلم على الذريه يعني. دي حاجه هتخليني اسال سؤال كمان شويه في الموضوع ده. في ضوابط، في قواعد علميه او نفسيه؟ طبعا. بالنسبه للاول تحديد نوع الجنين، يعني بس انا عايز اشرحه بصوره وافيه شويه، لان الناس متخيله لما تجي لي العياده انا عايز ولد انها اجيب لها ولد. طبعا ده موضوع ده يعني كارثي، لان مش معظم الناس اللي بيبقوا جايين فاهمين، هم بيجوا على البوستات، بيجوا على الدعايه تحديد نوع الجنين، فانا جاي عايز ولد. هو النقطه بس في الاول انا عايز اشرحها، اللي هو اللي بيتحكم في نوع الجنين هو الحيوان المنوي. كل البويضات اللي عند السيده اكس واكس، مفيش اي نوع من انواع البويضات تانية، لكن الراجل عنده حيوانات منويه اكس وحيوانات منويه واي. فالواي لو جه على البويضه الاكس هتجيب ولد، ولو الاكس جه على الاكس هتجيب بنت. خلينا متفقين على حاجه زي دي، اللي هو اللي بيحدد نوع الجنين هو نوع الحيوان المنوي. السؤال، هل انا بحدد نوع الحيوان المنوي اللي انا بستخدمه في الحقن في عمليه الحقن المجهري؟ لا طبعا، لاني انا لو فحصت الحيوان المنوي عشان اشوف هو اكس ولا واي، يصبح الحيوان المنوي غير صالح لحدوث الحمل تماما. فايه البديل؟ البديل ان انا بتم عمليه الحقن المجهري عاديه خالص، وبختار الحيوانات المنويه قدامي عشوائيا اللي هي شكلها حلو وما فيش فيها مشاكل وما اعرفش هي جواها ايه، وبحقن الحيوان المنوي جوه البويضه. بتتكون لي اجنه، الاجنه درجات اللي هو الاي والبي والسي، والاي درجات والبي درجات، بس خلينا في الاي في الاختيار الكلاسيكي فباخد من الاجنه الكويسه اللي هي ما فيش منها مشاكل، اللي انا عارف اللي هي هتكمل معايا لليوم الرابع واليوم الخامس. تمام. عند اليوم الثالث بتبقى الاجنه عباره عن خلايا اللي هو 8 سيل او 6 سيل او 12 سيل ايا كان، واخد خليه من كل جنين واعمل لها البي جي دي، اشوف فين الاكس اكس واشوف فين الاكس واي. ممكن كلهم يطلعوا اكس اكس، ممكن كلهم يطلعوا اكس واي، ممكن يطلع فيه اكس واي اللي هو الولد والاكس اكس اللي هو البنت، ممكن يطلع بقى الحاجات اللي احنا مش متوقعينها اللي هي السوبر فيميل اكس اكس اكس، الاكس اكس واي اللي هي كلينفنتر، الاكس او اللي هو الترنر، الاكس اي اللي هو ميل فين مشكله. على فكره دي كلها تغيرات جينيه او عيوب جينيه بتطلع
ذكر او انثى، ولكن في خلل فلتر ده، في خلل في الترنر، خلل السوبر فيميل، ده خلل، ده خلل طبعا. الحاجات دي كلها موجوده واحنا بنشوفها. فاحنا بنشوف لو هي الزوج والزوجه عايزين اولاد فبندور لهم على الاكس واي ونزرعه، ولو عايزين بنات بندور على الاكس اكس ونزرعه. فالعملية مش بالصورة اللي معظم الناس متخيلينها، اللي احنا هنجيب يعني زي ما حضرتك شايف كده، ده الخلية اللي احنا خدناها من الجنين وتتبعت ونشوف هي ده دي تقنية البي جي دي. ده تقنية البي جي دي. فده النقطة اللي عايز اوصلها، اللي انا ممكن ما الاقيش ولاد وممكن ما الاقيش بنات، وممكن يبقى كلهم ولاد او كلهم بنات. الضوابط اللي موجودة في حالة زي دي، ما فيش ضوابط علمية في حاجة زي دي قد كده. يعني هو بتبقى حالة حقن مجهري بتتم زي أي حالة خالص، العلاج بتاعها زيها زي أي حالة حقن مجهري. ما حدش يجي يقول لي إلا يا دكتور أنا المدام بتحمل فمش محتاج العلاج ده كله. أقول له دي عملية حقن مجهري لها تجهيز خاص غير الحمل الطبيعي اللي بيحصل من عند ربنا سبحانه وتعالى. دي النقطة الأولانية. الجانب الديني بقى، ده طبعا الموضوع ده قتل بحثا طبعا في الأزهر، الموضوع ده حلال قولا واحدا، بس ليه ضوابط طبعا. اللي انا ما يكونش فيه اتنين لسه متجوزين ويدوروا ويقولوا احنا عايزين ولد مش عايزين بنت، لا، لازم اللي جاي يكون عنده ولاد لو بيدور على بنات، ولازم يكون عنده بنات لو بيدور على ايه؟ على ولاد. بس في حته هنا، لو العيله مشهور فيها حاله مرضيه بتصيب الذكور، لان الكلام ده اتعمل فكره على فكره في فيلم قبل لو فاكروا الفيلم ده حلو قوي، كان اسمه الفيلم الحكم اخر الجلسه، الفيلم اسمه كده، كان بتاع نور الشريف الله يرحمه الفنان العظيم، وفي عبد العزيز مخيون كان بيقوم بدور اخوه اللي عنده مرض عقلي. ايوه افتكرت. والفيلم ده تخيل ان هم عملوا حل، يعني اعتقد انه خاطئ، انه عملوا اجهاض للبنت للست اللي هي كانت بوسي، ربنا يكرمها يعني يديها نجاح اكتر ما هي حققت، وخلوا ايمان الطوخي الله يمسيه بالخير الفنانه الجميله عملت استئصال رحم، كانت اخته. ايوه عملوا حلول مش المفروض انها تعمل دلوقتي؟ طبعا. فهل ده وارد انه من اول حمل في عيله عندهم مثلا وليكن هيموفيليا؟ طب ما هو الهيموفيليا دي ذكور، ما انا متوقع خايف من ده حقيقي فعلا. لا ده كلام حضرتك مظبوط. في الحالات المرضيه طبعا الازهر طبعا بيدي فتوى باللي هي ما فيش منها مشاكل، بس يكون الموضوع معروف العيله، في العيله اللي الطفل المرض ده متفشي في الذكور او المرض ده متفشي في الاناث. طبعا ده ما ينفعش، طبعا ده ما فيش فيه نقاش يعني. ده موجود، وده بيجي بقى الدور اللي هو تحديد نوع الجنين في الحالات اللي زي دي، في الحالات المرضيه اللي موجوده في العيله. ايه الفحوصات اللي بنعملها للزوجين قبل تحديد جنس المولود؟ الفحوصات العادية لأي زوجين بيدوروا على عملية حقن مجهري، الزوج بيعمل تحليل سائل منوي عشان يطمن بقى في مشكلة وما فيش مشكلة. حتى لو فرض عنده أولاد ممكن يكون في مشاكل بسيطة موجودة في السائل المنوي بتعيقنا في إتمام عملية الحقن المجهري. الزوجة بتعمل تحليل هرمونات بتاعتها، اللي هو تحليل هرمون الـ FSH والـ LH والـ A2 والبرولاكتين والـ TSH والـ AMH اللي هو مخزون المبيض لو السيدة دي كبيرة في السن شوية. أشعة مهبلية ثلاثية الأبعاد، مش لازم أعمل لها منظار رحمي، مش لازم أعمل لها أشعة بالصبغة. الأشعة ثلاثية الأبعاد بتغنى عن الموضوع ده إلى حد ما، إلا إذا كان في سابق فشل حقن مجهري بعملية تحديد نوع الجنين ما ينفعش أزرعها تاني أو أفكر قبل ما أعمل لها المنظار. الفحوصات العادية جدا ما فيش منها أي مشاكل. التجهيز لمدة شهر أو اتنين لتحسين الإنتاج عند الزوج وعند الزوجة عشان يبقى عندي أجنة كويسة تعرف تكمل معايا اليوم الخامس. المعروف ان السبيرم الواي الحيوان المنوي الواي دايما بيبقى أضعف شوية من الإكس. معروف اللي هو الواي ده 3 شولدر بس، لكن الاكس ده 4 شولدر. فدايما السبيرم الاكس بيبقى دايما بيبقى افضل، عشان كده دايما بتبقى الاناث اكتر سنه في الاجن. بناخد بس شويه علاجات معينه عشان تحسن الانتاج عند الزوج وتحسن قوه الحيوانات المنويه بشكل عام، فيبقى عندهم اقدر اقول الجوده بتاعه الاكس تبقى قريبه من الواي، قريبه من بعض، فعشان يبقى الاختيار وانا بختار ما بقاش يعني اصل دايما اكس اقوى، فبيبقى برضو انا غصب عني بختار الحيوان المنوي اللي شكله حلو. فدايما بلاقي شويه العلاج التجهيزي ده بيساعد الموضوع اللي هو يتم. انت قلت لي جمله مهمه، العائلات، في عائلات فعلا موضوع الذكور فيها بيبقى الاساس وعائلات تانية الاناث هي اللي بتبقى الاساس، هل المساله كده ولا لا لا دي ملاحظه؟ لا. ملاحظه بس. ملاحظه مش اكتر. ليس لها اي علاقه تماما خالص يعني. احنا بنلاحظها فعلا في بعض العائلات بس ملهاش اي بيز في الاستادي، ملهاش اي دراسه في حاله زي دي. يعني انا بفاجئ فعلا بعائلات الذريه كلها ما فيش فيها اولاد، وفي العكس الذريه كلها ما فيش فيها بنات.
واحنا بنشوف البي جي دي بناخد جزء من الجنين. اكيد السؤال ده بتساله هل يتاثر هذا السؤال بقى المعتاد يا دكتور لما اخد خليه من الجنين ده هياثر عليه؟ ده هيطلع ناقص. طب هو السؤال بقى ليه ناقص ايد؟ هو السؤال انا ليه باخده في الدي 3 مش ليه في الدي 4 مثلا، او ليه ما بستناش عليه شويه بمحتار؟ الاجنه في المرحله الاولانيه اللي هي في اول ايام من عمر الجنين بتبقى الخلايا نوت ديفرنشيتد، يعني لسه الخلايا دي ما توظفتش في الجزء اللي هي هتكون ايه في الجسم. ما تصنفتش. فانا مجرد ان انا باخد الخليه دي، الخلايا اللي موجوده بتبدا تغطي التقصير اللي موجود. يعني انا فرض خدت خليه هما 8 خلايا هيبقوا 7، لما بيجوا يكبروا برضه بيوصلوا لايه ال 14 او ال 16 خليه، وبعد ايه اللي بعدها اللي بيحصل؟ بيحصل كومباكشن، كلهم بيتحدوا مع بعض بيعملوا حاجه اسمها سيل ماس. السيل ماس دي لو ناقصه خليه او كتلة خلوية. كتله خلويه، وبعد كده بتتكون بلاستو. الخليه او الاثنين اللي انا واخدهم قبلها بيوم دول خلاص وجودهم اختفى وتقصيرهم لا يؤثر تماما خالص. فده السؤال يعني المعتاد اللي انا لما تاخد خليه من الجنين فده هيأثر؟ لا يؤثر تماما على نمو الجنين ولا يسبب اي نوع من انواع التشوهات. اللي احنا شايفينه ده ايه بقى؟ دي اشرح لنا بقى المنظر العظيم ده. دي بويضه وبتبدا لسه تحقن بالحيوان منه، وبتبدا دلوقتي مراحل الانقسام بتاعه الجنين. انقسم، شوف ده دلوقتي بقى 4 خلايا، ده الدي 2 ده ثاني يوم. بعدها لو صورنا شويه هيوصل هيبقى 8 خلايا، ده دلوقتي 8 خلايا وخلاص، 8 خلايا والدي 3 شويه بقى هيحصل بقى اللي هو السيل ماس اللي هم يتحدوا كلهم مع بعض. دلوقتي بقى دول واحد حوالي 12 خليه. شويه يتحدوا يبقوا كلهم كتله ماس مش متقسمين. ده الدي 4 ده الدي 5 ده اللي هو البلاس اللي هو اليوم الخامس. كلهم اتحدوا مع بعض وكونوا الكتله الخلويه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي خلاص احنا داخلين دلوقتي في سكه الجنين اللي هو دلوقتي هيبدا يتوظف. فلا يؤثر تماما طبعا على الجنين خالص في اي نمو ولا ياثر عليه، لا مش هيطلع ناقص عين او ودن او الحاجه اللي انا بسمعها كل يوم دي. نورتني وشرفتني وسعدت دائما بالحوار معك كالعاده، يعني سعاده غامره بوجود ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور محمد حسني استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجاري جراحه المناظير، طبعا ماجستير الحقن المجاري من جامعه ميسيني الايطاليا ودبلوم جراحه المناظير الدقيقة من فرنسا وعضو جمعيات الأوروبية والمصرية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، كان ضيفي في الناس الحلوة. خليكم دايما معنا مع الناس الحلوة. الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بيكم، تعرفين أنا بحب التاريخ، من أول تاريخي القديم قوي أنه الفراعنة هم أول ناس عملوا فرشاة سنان ويقال أنهم أول ناس عملوا معجون سنان، و أول ناس عملوا زراعة سنان كمان، لغاية لما بدأت الزراعة الحديثة الحقيقة في 1965. التاريخ ده في عالم الزراعة مهم جدا، لأنه راجل اسمه جوستا لارسن ده متطوع سويدي، تطوع لدكتور اسمه إنغفار براني مارك. دكتور أو بروفيسور إنغفار ده راجل فكر في فكرة جديدة جدا في الوقت ده، إنه يحط تيتانيوم، سلسلة من قطع التيتانيوم في لسة أو تحت لسة لارسن عشان يزرع فيها السنان. ومن هنا كان المريض لارسن ده كان عنده مشكلة في خلقية في سنانه، فتزرعت له السنان بالتيتانيوم ده، وقعدت فيها في سنانه التيتانيوم لمدة 40 سنة. وفي 2006 اللي هو بعد الزراعة باربعين سنة تقريبا بعد ما وفات لارسن، لما طلعوا قطع التيتانيوم التعويضية اللي موجودة بالزراعات أكدوا إنها سليمة ومفيهاش أي شوائب مفيهاش أي حاجة خالص، و
بدأت من ستينات الزراعة، وفكرة إن إحنا نحط التيتانيوم دي فكرة ثابتة من ذلك التوقيت، وبقى خلاص عارفين كلنا إنه التيتانيوم دي مادة خاملة، استفاد منها العلماء إنه العظم بيتكون حواليها وبيبقى هي والعظم شيء واحد، ودي فكرة الزراعة الأساسية. التاريخ دوت يخلينا نقف قدام الزراعة الحديثة ونقول إن الزراعة الحديثة صحيح فيها تطوير كبير، لكن هو مبني على فكرة طبية من سنة 1965. النهاردة هنتكلم عن الزراعة بالتفصيل. ضيف العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائما وبيبدع في حواره دائما، صاحب الحضور الرائع جدا، أستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان، صاحب زمالة الكلية كلية الجراحين الملكية، وعضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. ضيف العزيز، أهلا بك دكتور. أهلا دكتور، إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ وحضرتك وحشني جدا، أخبارك إيه؟ التاريخ قديم. تاريخ قديم بس على طول في تطور. اكتشاف إن التيتانيوم أصلا من قبل حتى ما نجربه في الأسنان، ان التيتانيوم بيبني او بيسحب، بيبقى عامل زي مغناطيس اللي بيسحب العظم عشان يبني فوقيه، ده وصلنا النهارده ان احنا نقدر نقول جمله مهمه جدا، ان من حق اي حد في الدنيا انه يفضل بسنانه لحد اخر يوم في عمره، واحنا نقدر نوصله لده. كل شويه الدنيا بتتطور عشان تسهل لنا القصه دي. زمان كنا بنعمل فتح، وكان ديزاين السرعات نفسها كان يعني مش كونيكال زي موجود دلوقتي، او مش دائري زي دلوقتي، كانت الاول بتبقى عامله حاجه زي السكينه بتخش جوه العظم، وكنا بنفتح عمليه كبيره ونثبتها بمسامير مش عارف ازاي والكلام ده كله. لكن دلوقتي بقت ان احنا بنحط الزراعيه في جلسه واحده بدون ما نفتح فتح خالص، تمام، كلها نقطه عباره عن ملي، وبتنجح وبيقدر ياكل المريض على اسنانه، او خلينا نقول الفاقد الاسنان، بلاش المريض لان هو مش مريض، هو فاقد اسنان، يقدر ياكل عليها بقيت حياته كلها بطريقه كويسه جدا، وياكل عليها قصب كمان. الحل الامثل لتعويض السنان الزراعه ولا البريتش؟ طبعا الكبري. طبعا الزراعه. خلي بالك يا دكتور، مفيش حاجه بتعوض الاسنان بتاعت ربنا، يعني ما نقدرش لما نبرد السنه بتاعت ربنا الطبيعيه، احنا كده احنا ضعفناها وادينا فرص كبيره ان يحصل فيها مشاكل. وبعدين لما السنه بتتخلع، اللي بيحافظ على حجم العظم اصلا هي السنه اللي جواه، بيبدا العظم يكش فيبدا يعمل تسريبات تحت التركيبه اللي يبوظ السنان الثانيه. عشان كده بيقول لك انا كنت عملت تركيبه والسنه جرت الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما فقد اسنانه كلها في وقت صغير. زي ما احنا شايفين دول ثلاث زراعات، دول كلهم بارلل، كلهم متوازيين لبعضهم كويس جدا، هيقدر ياكل عليه كل اللي هو عايزه من غير ولا سنه طبيعيه. هو ما عندوش دلوقتي ولا سنه طبيعيه. ثلاث مسامير دول اتحطوا، دي زراعات فوريه، دي اتحطت واتحملت في نفس الجلسة، بس ده يتطلب ان هو يكون صحته كويسة، يكون عنده عظم كويس، تكون زراعات ليها معالجة سطح وليها ديزاينز عالي جدا، عشان خاطر تديني الاستابيليتي او الثبات الاولي اللي بيخليها تفضل ثابتة وما يحصلش فيها مشاكل بعد كده خالص. فدي من الحالات اللي احنا بنقول فيها ده. هنا مثلا دي زراعية لسنة واحدة، تعويض سنة واحدة، انا ابرد السنة اللي في النص الناحية التانية والناب عشان اعوض الزرع السنة رقم 2؟ لا طبعا، دي سنان ربنا، احنا عايزين نرجع للي احنا خسرناه سواء باهمالنا او مشكله تانية حصلت اكسيدنتلي او عن طريق الخطا بالظبط كده. فاحنا هنا حطينا الزراعيه، دي زراعيه برضو فوريه. هنا انا كنت مصور الصوره دي عشان نبين ان احنا بنعمل حاجه اسمها جينجيفال بروفايل، بنبدا نرسم اللثه حوالين الزراعيه عشان لما السنه تطلع في الاخر نقدر نقول ان مش باين خالص ان هو معوض السنه المفقوده دي باي تركيبات او اي زراعه. فهو دي كانت حته كده زياده عشان نقول ان احنا بنرسم اللثه عشان خاطر تطلع تدينا طبيعيه اكتر. احنا بندور على ايه؟ بندور على فانكشن، وظيفه، نقدر ناكل، نقدر نعيش باسناننا كويس قوي، وبندور على جمال، استاتكس، ان شكلها يبقى طبيعي او الاقرب للطبيعي. الراجل ده قعد من غير اسنان فتره طويله، كان عنده مشاكل في ضمور في العظم، قدرنا نعالج ده بالزراعه، ودلوقتي هو عنده الاسنان اللي تحت دي. قبل من اهم من العمل ضبط العمل، الاجراءات اللي بتتعمل طبعا الاجراءات مهمه قوي في الزراعه. طبعا قبل الزراعه، قبل اي حاجه، اول ما المريض بيقعد قدامي او اللي هو صاحب الاسنان المفقوده، بلاش نقول مريض لان هو صاحب اسنان مفقوده، بنبدا نتكلم معاه، ناخد الميديكال هيستوري بتاعته، هل عنده اي مشاكل صحيه، هل ضغط، سكر، قلب، كل ده احنا بنتعامل معاه، يعني ينفع له زراعه برضه. بس لو السكر، طب السكر التراكمي بتاعك كام، ونبدا نشوف لو هو عالي شويه ننزله لحد ما نقدر نحط له الزراعات. الزراعات دلوقتي بتقدر تقف التغير، تقف قدام التغيرات بتاعت السكر اللي هي بتحصل اكسيدنتلي، بس ما يبقاش حياته
ان انا سكري 300 و400 والتراكمي بتاعي 10 و11 والكلام ده كله مش هتقدر تقف قدامها. لكن نقدر ان هو مثلا لو هو عند الـ8 وشوية نقدر نزرع له زراعية تحت الـ9 يعني تمام، وتفضل قاعدة معاه وتستحمل ان هو مع شوية زعل مع اي حاجة طلعت ومتنزلة لي مرة تانية. هنا احنا بنعمل تريتمنت بلان على الاشياء المقطعية. اكمل لحضرتك بس ايه اللي احنا بنعمله في الاول. لازم نكشف كلينيكلي نشوف الوضع جوه عامل ازاي، ايه الاسنان الموجودة والاسنان المفقودة وفيها اي تلخلخ او اي حاجة. بعد كده بنعمل حاجة اسمها الاشعة المقطعية ثلاثية الابعاد. ايه هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد؟ هي الاشعه اللي بتقطع لنا عظم الفك زي ترانشات اللانشون كده رفيعه قوي في كل اتجاهات من قدام لورا او ورا لقدام، كروس سكشن زي كده اهو. نقدر ناخد قطعات من الجنب ده للجنب ده، من تحت لفوق او فوق لتحت. وبعد كده بنحدد هنزرع ازاي زي الصوره اللي فاتت. في الصوره دي احنا واحنا بنعمل الاسسمنت ده في الاشعه المقطعيه، الصوره اللي فوق باين فيها دايره سودة تحت الانف جنب الكروس الاصفر، وتحت الدايره السوداء دي راحت بقت لونها ابيض حضرتك شايفها. ده كان كيس دهني نتيجه علاج عصب قديم في السنه بقاله فتره. المريض كان بيشترك ان السنه بتتلخلخ، بدا يطلع افرازات من اللثه حوالين السنه، فاحنا شلنا السنه اللي بتتلخلخ، نظفنا الكيس الدهني، حطينا بداله عظم، استنينا شويه عشان نقدر نركب في الزراعيه بتاعته. في حالات بنقدر نزرع في نفس الوقت، يعني ايه ننظف كيس دهني لو حجمه صغير شويه وفي حته عظم تدينا ثبات اولي هنقدر نعمل ده. في الحاله دي كان عنده مشكله ان كانت اللف كتير، قالوا له احنا مش هينفع نزرع لك فوق. كان عنده الجيوب الانفيه نازله مفيش عظم فوق. الصوره الاولانيه فوق دي بعد زراعه الجيوب الانفيه، تحت دي بعد وضع الزراعات كلها بتاعت الفم، وبعد كده بقى باسنان. كل دي التجهيزات اجراءات قبل الزراعة. هنا دي مهمه قوي معلش بدون قطع كلام حضرتك. هنا انا بتكلم عن انفكشن كنترول. احنا دكاتره بنتعامل في الدم وعايزين حاجه تنجح. اي انفكشن في المكان، وده في ناس كتير مش بتتابعه، اي عدوى في المكان اي قله اهتمام بالنظافه صف الزراعه بالظبط هتؤدي الى فشل الكلام ده. هنا احنا ملبسين المريض جاون، ده جاون مخصوص للمريض. دكاتره لابسه جاونز دي بتترمي سنجل يوز، لابسين اوفر هيدز عشان خاطر ما ينزلش شعرايه صغيره جوه الجرح تبوظ لنا الدنيا. فاهم حاجه في الدنيا هي الانفكشن كنترول، وده في كل التخصصات الطبيه مش عندنا بس. يوم ما تخش عياده تلاقيها مش نظيفه او مش واخد كل الاحتياطات بتاعت الانفكشن كنترول اللي هي العالميه اللي انت تحس ان انت داخل في مكان نظيف، ده مكان ما تقدرش تثق فيه. في الزراعه بالذات لانه انت عندك ماده يعني معدنيه، فلو جه عليها انفكشن ما هو مش وصلها دم بالظبط، فمش هيعرف المناعه. نخش في قصص ومش تمسك الزراعيه ونبدا نقول يا ترى ما مسكتش ليه، ويبدا يحصل باس ونقول يا ترى جاي له صديد ليه، ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى، وهو الموضوع بسيط جدا. هو كان لو في انفكشن كنترول عالي شويه كانت لم. اكيد من سنه 1965 من ايام الاخ لارسن ده اسمه صعب خالص لغايه دلوقتي يعني في اساليب حديثه دلوقتي، يعني طب. في 2021 و22 احنا بنتكلم على اساليب متطوره. ايه هي الاحدث؟ زمان كانوا بيستخدموا الشيزل والمالت عشان بيدقدقوا في العظم عشان يركبوا الزراعات مثلا ويفتحوا فتحه وعمليه كبيره وقاعدين. دلوقتي احنا بقينا بنعملها ملي صغير بنقدر نشتغل منه كل حاجه. دي مثلا في الزراعه عشان نرفع الجيوب الانفيه بقينا نقدر نعمل حاجه اسمها كلوز ساينس ليفتنج، انها نرفع الجيوب الانفيه من غير ما نفتح. برضو دي من الحاجات اللي اتطورت جامد قوي. معالجه السطح نفسها بتاعت الزراعيه اللي هي ساعدت على ان الزراعيه تمسك احسن. لا اشرح لي يعني ايه معالجه السطح. معالجه السطح بعد ما الزراعيه هو تايتانيوم، جسم تايتانيوم انا موافق على الكلام ده، بيبداوا يخش الاول مرحله يتعمل له زي بورز او يعمل له تعريك صغيره عشان يعشق فيها العظم في سطح الزرع، في سطح بتاع الزراعيه نفسه. وبعد كده تعرض لجاما ريز. جاما ريز دي بتزود او بتحفز المعدن ان هو يسحب الكالسيوم عشان خاطر يبني العظم فوقيه. كل دي التطورات ادت الى نجاح الزراعيه. التكنيكس لو قلنا التكنيك الاول اللي هو بتاع ان احنا نفتح ملي سواء عن طريق الليزر او سواء عن حاجه اسمها بانش، يعني زي الخرامه كده بتفتح لي الملي ده بس واشتغل منه كل حاجه. في حاجه اسمها البي ار بي والبي ار اف، استخدام البلازما بنطلع منها البي ار بي والبي ار اف اللي هي غنيه بعناصر النمو والشفاء اللي هي بتادي ان الزراعيه تمسك بشكل احسن. ودي خصوصا بنستخدمها لو احنا هنزرع كميه عظم كبيره. هنا طبعا ده احنا هنا بنبين عدد الزراعات، احنا حطينا له هنا 6 زراعات فوق و6 زراعات تحت
فكه كان محتاج 6 زراعات فوق و6 زراعات تحت عشان نركب له تركيباته الكاملة ويقدر يعيش بعد كده بشكل طبيعي. بينس هنا هي نفس الكلام. هي نفس الحالة، هي مش دي نفس الحالة؟ نفس الكلام بالظبط. آه روعة جدا. آه كان أبيض وبعد كده عمرنا الصحراء. عمرنا الصحراء. كان أبيض فعلا. آه عملية دي في ساعة إلا ربع. ساعة إلا ربع ما انت مش بتفتح مش تعمل حاجه، تك 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 ده بالبنج. آه. تك 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 خلص الموضوع فوق وتحت. ها طيب دلوقتي في ناس بيحصل لهم اما انهم يخلعوا سنه او سنه بتتدمر تدريجيا ويبقى منها لا شيء وتروح، وهي كمنها في الجزء الخلفي من الفم ربما مش باينه فبيتركوها، وفي ناس بتسيب سنان باينه برضو يعني للاسف. ايه عواقب ان واحد يروح منه سنه خصوصا في الجزء الخلفي؟ اصل واحد في الجزء الخلفي يقول لك هي مش باينه مش باينه، انا ما باكلش عليها قوي. صح. في ناس كتير بتجيلي كده. خلي بالك يا دكتور ايمن، دي زي القنبله الموقوته، السنان سبحان الله كلها في حاله حركه، كل واحده بتسند على اللي جنبها وبتسند على اللي قصادها. لما بنشيل سنه من النص بيبدا يحصل تغيرات في الاسنان اللي حوالينا، هتلاقي السنان اللي حواليها بدات تميل عشان تعوض الحته الفاضيه زي ما احنا شايفين دلوقتي. دلوقتي احنا ادي خلعنا السنه ما عوضناهوش، يبدا يحصل ميل. هيحصل دلوقتي الميل اهو، اهو العظم اتاكل في النص، بدات الاسنان تميل على بعضيها. واللي هيبوظ الاسنان دي، السنه اللي فوق دي حصل لها اوفر اوبشن ونزلت عشان تعوض القصه، مسافه قفلت بس بوظت السنتين اللي جنبها والسنه اللي فوقيها. كل ده هيبوظ لي وهيخليني اخسر سناني. عارف ال او 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 الخيط لما يكور، اه الدومنا لما تقع ورا بعضها. صح بالظبط كده، تبدا تسحب ورا بعض، فجاه يلاقي نفسه بسبب سنه واحده ما عوضهاش كرت معاه، بتبقى مشكله كده. اه مشكله كبيره، ومع ان حلها ما بياخدش 3 4 دقائق. السؤال طيب، ما في ناس تيجي لك تقول لك انا عايز ازرع، بيتعمل لها اشعه يقول لك ما فيش عظم، هزرع لك فين؟ ما هو ده بقى سؤال مهم جدا، وده هنا اللي بيبين لك فعلا المهاره بتاعه المكان والتكنولوجي والايد. خلي بالك انا ممكن يبقى عندي التكنولوجي كلها بس الايد مش 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 كويسه. هو في سؤال جاي، المهاره ولا التكنولوجي؟ ده سؤال اتنين جاي. مع بعض. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. التكنولوجي بتديني تخليني اشوف، ما ينفعش اخش جوه اوضه ضلمه واقعد على الكرسي من غير ما اشوف. الاشعه دي مهمه جدا، انا جايبها عشان اوريها. شايف الخط الاصفر في الجزء اللي فوق ده؟ عصب الفك، ده انفيريور افيلر نيرف. تمام، ده مستواه عالي فوق، فوقيه ملي عظم. تحت انا حاطط زراعتين في نفس مكان العصب بالظبط. احنا عملنا كده ازاي؟ في الحالات اللي زي دي الراجل ده عايز ياكل وما عندوش سنان، هو عنده العظم متاكل قدامه وفي كل حته، بس دي يعني انا جايبها عشان خاطر احدد النقطه دي. وفوق انا زرع عظم في الجيوب الانفيه برضو، يعني ده العادي. بس اللي مش العادي اللي انا هتكلم فيه في عصب الفك، احنا هنا فتحنا، هنا كان لازم نفتح ما ينفعش بالملي، فتحنا طلعنا العصب من مكانه ونقلناه في ليفل تاني، وقدرنا نحط الزراعات بتاعتنا ونقفل مره تانيه. هنا لما حضرتك حد يقول لك انت ما ينفعكش زراعه، مفيش حاجه اسمها ما تنفعش، في حاجه اسمها احنا هنا نقدر نعمل لحد فين، وفي حته تانيه احنا ممكن نعمل حته اعلى من كده. هنا انا شارح ده، شايف اللي انا ماسكه ده هنا في فيديو وانا بعمل العمليه، اللي انا ماسكه ده عصب الفك. شايفه؟ ايوه. ريبوزيشن اوف ذا انفيريور الفيلر نيرف. ايوه شايفه، شايفه يا دكتور ايمن؟ ديش ناس كتير بتعملها، بس يعني بتعمل بحرفيه عاليه قوي، بنقدر نعمل كده. هنا ما كانش في عظم فوق خالص. أوكي. تمام، ده اخذ وقت مننا شويه، لان احنا قعدنا نبني في عظم الفك اخذ مننا كذا شهر، وبعد كده قدرنا نحط الزراعات بالمنظر اللي تحت ده، ودلوقتي هو بياكل كل اللي هو عايزه. هنا انا عايز اوري حاجه، هنا ده عظم حيواني مع جزء من عظمه المريض نفسه. واحنا بنفتح فتحات الزراعات بيطلع شويه عظم بنخلطهم ببعض، وده بيدينا فعاليه اكتر من العظم اللي احنا بنجيبه من بره الباودر. تمام، ده بيخلي الاوسيو اوسيو انتجريشن بتاعته تزيد. فده هنا كنا بنوري العظم بتاعنا واحنا بنحطه. هنا زرعين رافعين الجيوب الانفيه زي ما حضرتك شايف بكميات كبيره، وزرعنا فوق وتحت زي ما احنا شايفين. الجزء الفوقاني ده كان ابيض ما فيهوش حاجه، كان دي زراعه عظم. الابيض ده عظم مزروع. اها، دي كميات عظم مزروعه كبيره عشان خاطر نرفع بيها الجيوب الانفيه ونعمل زي قاعده. او لما تيجي تبني عماره مش لازم القواعد بتاعتك تبقى كويسه، احنا بنعمل القواعد عشان نقدر نبني العماره. ده يقلص يعني يقلل مساحه السؤال اللي جاي، موانع للزراعه. موانع الزراعه دي اصبحت
محدوده للغايه جدا. ومعظمها بس ما زالت موجوده، يعني نقدر نقول ان هي تشيل مثلا 95% منها. الا الحاجات اللي يعني مثلا كانسرز والحاجات دي بعد ما بتتعالج بتستنى شويه بعد الراديو او الكيمو، تمام، لحد ما يحصل كومبليت هيلينج بتاعه ونقدر نتدخل. يعني بعد امراض اللي هي السرطانيه بنستنى شويه عشان نقدر نتدخل، ماشي. غير كده لو عندي اي مشكله في الدنيا احنا نقدر نزرع المريض، حتى مريض السكر بنقدر نزرع له، بس هو لازم يتعاون معايا، يعني ما يجيليش وهو جسمه كله هيتدمر ويقول لي زرع لي، لا حضرتك انزل لي شويه، خليك كنترولد شويه وهنقدر نزرع لك بنجاح جدا ومفيش اي مشكله. هو بيجي لنا بيقول لي انا مريض سكر، بنبدا نتكلم مع بعض شويه، بنبدا نشوف شويه تحاليل، لو في حاجه عايزه تتظبط بظبطها له لحد ما يبقى سيف ان انا اقدر ادخله العمليه. اللي احنا شايفينه ده بقى دي زراعه فك برضه، زراعه فك بالكامل. زراعه فك بالكامل اصعب عليك، زراعه فك بالكامل ولا زراعه جزء من الفك، ولا هي ولا ده سهل؟ يعني الاثنين سهلين جدا. بس هي الفكره كلها ان انت بتاخد عدد زراعات اقل في زراعه الفك بالكامل من حتت متوزعه من بعيد عن بعض. يعني انا ممكن فك يبقى عندي حتتين فاضيين استخدم له اربع زراعات، بينما فك فاضي خالص اضطر ان استخدم له من 6 ل 8 زراعات فوق ومن 6 ل 8 زراعات تحت. ده يخليني ده الناس اللي بترجع تاكل. ما هو ده يخليني اسالك السؤال اللي جاي بقى، اللي هو زراعه اسنان في السن المتقدم، المخاطر عموما المحيطه بالزراعه ايه؟ وفي السن المتقدم بالذات اكيد المساله برضه. بس انا اقول حاجه، انا جدتي ربنا يديها الصحه هي لسه موجوده، من 10 سنين كانت سنانها بدات تتلخلخ وبتاع، انا والدي دكتور اسنان واخويا دكتور اسنان، احنا عيله دكاتره اسنان. فبدانا نتخانق مين هيزرع لها، وابويا يقول لا دي كبيره في السن، وبدا هنا صراع الاجيال في طب الاسنان. لحد ما عملنا لها الزراعه، زرعنا لها ساعتها 16 زراعيه في قعده واحده، دي جدتي 16 زراعيه وحوالي 15 جرام عظم في قعده واحده. بعديها بثلاث شهور هي لحد النهارده بتاكل باسنانها الكامله بدون اي مشاكل. مفيش سن يحكمنا طالما الصحه كويسه، طالما احنا مظبطين التحاليل بتاعتنا، طالما احنا مظبطين القعده اللي هنبني عليها العماره، فالسن مش حاجه تأيدنا خالص. تنورت. شكرا دكتور. كالعاده ابدعت. شكرا دكتور. الحوار معك دائما له متعه خاصه جدا في الشرح والتفصيل. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الاسنان المثير جدا، الاستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعه الاسنان وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه وعضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، كان في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. الدكتور محمد إبراهيم، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والعقم بمركز دار الطب. اهلا بكم. ما بين الخرافه والعلم جاب كبير جدا جدا يا جماعه، يعني في التعامل مع تاخر الانجاب في خرافات قد تكون مضحكه، ومن المضحكات مبكيات حقيقه. يعني مثلا في ناس عشان تعالج تاخر الانجاب بتضحرك الست من فوق تله رمليه عاليه، ده موجود الكلام لغايه دلوقتي في المنيا على فكره. يعني حته الضحرجه انا ما اعرفش ايه حكايه الضحرجه دي، يعني ليه الست بتتضحرك. الكوميديا الثانيه ان الست كانت بتاخر في الانجاب يجيبوها قدام القطر، يحطوها قدام القطر وياخدوها مره واحده من قدام القطر، او حاجه من اتنين، لا ياخدوها لا اما يفشلوا ولازم تتخض يعني، فلازم على اخر لحظه القطر هيخبط في الست. وكم ده بجد، كم من ست ما لحقوش يشدوها، يعني اللي جاي بيشدها ما لحقش من قدام القطر، فالقطر جه ضربها خبطها ماتت الست. يعني في خرافه، يعني خرافة ايه اقول، مجنونة يعني.
من ضمن الحاجات ان الست تروح تقعد في كهف ثلاث ليالي. تعالوا نرحب بضيف العزيز المبدع دائما ممتع دائما في حواره، واحد من الاسماء القديره البارزه ومن نجوم عالم تاخر الانجاب، الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم سالم، استشاري الحقن المجاري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب. اهلا بيك. اهلا وسهلا، وحشني والله. ربنا يعزك. ست عندها 45 سنه متجوزه من سنتين، 45 سنه، هي عملت قبل كده عمليه استكشاف بطن، ما بتقولش ليه يعني ماشي، بس بتقول انها ادت الى التصقات عنيفه في البطن، ما اعرفش في الحوض. هي ما اعرفش عرفت منين ان في التصقات عنيفه في الحوض، بس ماشي. عملت اشعه بالصبغه على الانابيب، في انسداد في الانابيب، وبتقول انها نفسها تحمل، وقالت جمله مميزه قوي، قالت ارجوكم ما تقفلوش الابواب في وشي. انا يعني هبدا من حيث انتهيت، لان دي كلمه فعلا بجد صعبه جدا، ان سيده عندها 45 سنه أصنت السن أصبح عائق ضدك، وبالتالي عودي في البيت. في بعض السيدات يعني هنبدأ بقى، أنا لوم هذه السيدة في حاجة واحدة بس، إن هي 45 سنة ومتجوزة بقى لسنتين، وكانت عملت استكشاف بطن قبل كده. استكشاف بطن ده مستناش سنتين بعد الجواز أو ست شهور أو سنة، يعني مجرد ما تتجوز تروح عمل لي أشعة بالصبغة، لأن استكشاف بطن كده كان فيه مشكلة وفيه تدخلات جراحية ممكن تعمل انسداد او التصاقات في الانابيب، وممكن يكون الجراح قال لها، ممكن يكون خبرها ان انت استكشاف البطن ده قد يكون يتبعه التصاقات في الحوض او حاجه كده، فادها فكره زي انت ما انت بتقول كده، ايه الراجل قال لها ايه انت عندك مشكله في الانابيب يعني. فاذا دلوقتي سيده 45 سنه استكشاف ده معناه، وعملت اشعه بالصبغه قال لك في انسداد في الانابيب. 45 سنه انسداد في الانابيب، الطريق الوحيد لاحياء الامل عند هذه السيده هو مسام الحقن المجهري. ما تجيش انت وانت طبيب بقى مسؤول عن تاخر حمل والانجاب، وانا اسف يعني حافظ مش فاهم، وتقعد في التكييف في عيادتك. لا لا لا، تخدي كشف كراحه يا مدام، 45 سنه مش هينفع لك حمل مجهري، هذا لا يجوز. لانه الطريق الوحيد ليها هي اصبح كل الابواب مقفله في الطب ضد الحمل الطبيعي ما عدا برنامج الحقن المجهري، هو احد وسائل الاخصاب المساعد اللي تساعد على الانجاب. هذه السيده لو عندها بصيص من الامل انت لازم تاخد بيه. هذه السيده لازم تعملها سونار وتشوف طالما في بصيص من الامل. طبعا، لان ما عندهاش ما فيهاش، هو لو ما فيش امل قصه ثانيه. لا لو ما فيش امل ديت، سواء بقى الانابيب مفتوحه او مقفوله، احنا بنقولها يعني في 45 سنه قد تكون الانابيب مفتوحه والرحم بتاعها كويس جدا، بس منبوس يعني وصل لسن ياس خلاص، والاف اس اتش عالي جدا جدا، وبالتالي انت مش بيدك حاجه تقدر تعملها، فانت بتقول لها صريح صريح الوضع كذا كذا، ده مش اسمه قفل ابواب، ده اسمه صراحه علميه، ده اسمه الصراحه بقى. انت لازم نكون نواجه تمام، بس نواجه بطريقه شيك. بس النهارده 45 سنه وانسداد في الانابيب، لازم النهارده عشان يطلع منك تشخيص سليم وتغلق الابواب في وجه هذه السيده، لابد ان يكون نسبه التشخيص بتاعتك صحيحه بنسبه 200%. يعني انا اي سيده بتقعد قدامي وبقول لها يا ست الكل يغلق الملف الطبي، بقول لها حضرتك انا ما بقولش يغلق من فراغ، انا بقول لك الاسباب 1 2 3 4، وانا واثق وانا قاعد على الكرسي وبديها التشخيص ده، انه لو راحت ل 10 دكاتره محترمين بيفهموا في مجال تاخر حمل والانجاب غير استغلاليين او غير انتهازيين هيقولوا نفس هذا الكلام. فاذا ما حدش هيقدر يعيد ورايا تشخيص انا اخطات فيه مثلا، لانه انا هبقى سليم بنسبه 100%. وبناخد حذرنا في التعامل مع السيدات اللي وصلوا لهذا السن. ليه؟ اولا زي ما قلنا مش عايزين ناخد بمخزون ابيض، لان احنا قلنا عادي مخزون ابيض هيبقى مناسب للمرحله العمريه. انت مستني ايه في واحده عندها 45 سنه هتعمل لك مخزون ابيض؟ مش انت يعني، انا ما بطلبوش للسيدات، لا مش هستفيد منه حاجه، هيطلع 1 من 10، 1 من 100، خلاص انت فاهم. لازم النهارده ابص على السونار. انا لسه عيان 44 سنه، انا بقول لها انت الميب بتاعك زي واحده عندها 18 سنه. فاذا مش كل السيدات، مش قاعده عامه، لازم احنا نفصل، مش قاعده عامه انه كل السيدات اللي وصلت الى سن 45 سنه ده محكوم عليها بسن الياس، او محكوم عليها بعدم اللجوء للحقن المجهري، او محكوم عليها بنسبه فشل عاليه جدا، او محكوم عليها انها تقعد في البيت وتقفل ملفها. هذا كلام خاطئ. انا اجريت كثير جدا من السيدات حقن مجهري لسيدات تخطينا سن ال 40 سنه. فاذا مش نهايه المطاف نهائيا. هذه السيده لو حجم الميب بتاعها كويس انا بنصحها تلجا الى الحقن المجهري مباشره. طب احنا نتعلم ايه من هذه السيده؟ نتعلم انه اي سيده النهارده تخطت سن ال 40 سنه وربنا اكرمها وتزوجت،
مباشرة تلجأ إلى الطبيب المعالج لتشخيص الحالة ويبدأ يحط لها حاجات تقف عليها عشان نعرف المستقبل ماشي إزاي. ما ضيعش سنتين من عمري، يبقاش أنا متجوز عندي 43 سنة وفي تدخلات جراحية أو حصل لي كيماوي أو أشعي وقعد استنى سنتين لغاية ما حد يقول التشخيص فين. لازم النهاردة. مش معنى كده ان انا بقول لها عجلي بالحالة المجال عشان راجل بتحالة المجال، انا بقول نشخص الحالة بغض النظر بقى التشخيص ده. ما انا النهاردة ممكن تكون سيدة عندها 43 سنة دكتور ايمن وعندها المخزون بتاعها ممتاز جدا، فايه المانع ان انا اديها فرصة للحمل الطبيعي 6 شهور؟ ما يا جد وجدتك وجد بيحملوا عند سن 44 سنة و43 سنة طبيعي من غير حالة مجاري. ولكن احنا بنقول احنا بنقيس المستقبل لهذه السيدة ماشي ازاي، عشان لو الست ديت 43 سنة وعندها مخزون مبيض كويس وعملت اشعه بالصبغه اديها فرصه للحمل الطبيعي من 6 ل 9 شهور. اذا لم يحدث حمل بنتقل الى الحقن المجهري مباشره. ما فيش حاجه اسمها استنى سنه وسنتين وثلاثه وحاجه زي كده. ولكن السيده ديت لو كان حجم المبيض على السونار صغير وتدخلت الاشعه بالصبغه قالت انه في التصاقات، ما ينفعش استنى بقى من 43 سنه ل 45 سنه اللي هو ده بيتهدي مخزون مبيض اكتر وبعدين اقول له روح اعمل لي حقن مجهري، لان وقتها نسب النجاح في 43 سنه طبعا احسن من 44 سنه، احسن من 45 سنه. طبعا احنا بنقول هذا الكلام وفي عامل لازم نثبته ولازم نكون احنا واخدين بالنا منه كويس، اللي هو الزوج لازم يكون كويس. يعني لازم يكون تحليل السلم بتاع الزوج كويس وما فيهوش اي مشكله على الاطلاق، سواء هندي حمل طبيعي او لو في مشكله في الحمل المنوي هنلجا للحقن المجهري. فاذا تقييم الحاله للسيدات اللي هم تخطوا سن ال 40 سنه لازم يكون معايا تحليل سلم. لو ممكن يكون انا عندي 42 سنه والدكتور بيقول لي المخزون بتاعي كويس وشكل المبيض كويس ويكون جوز عنده مشكله في الحيوانات المنويه. ما ينفعش النهارده، وده حذاري ودي يمكن ده كويس ان الموضوع ده اتفتح، ان انا النهارده لازم يكون في تعاون ما بين طبيب الذكوره وطبيب امراض النساء والتوليد. ما ينفعش النهارده امسك عيان مراته عندها 42 سنه وعنده ضعف شديد في الحيوانات المنويه واقعد اقول له احنا هناخد علاج من 6 ل 9 شهور لتحسين جوده الحيوانات المنويه. انا بحترمك جدا كطبيب ذكوره، بس انا النهارده انت ضيعت 9 شهور من الست في مخزون المبيض بتاعها. وانا النهارده 42 سنه لغايه ما انت تخلص العلاج بتاعك كطبيب ذكوره هيكون الست بتاعتي 43 44 سنه. فانا النهارده لو بديها نسبه نجاح في الحقن المجهري 30% انت بعد السنه ونص هيبقى 5% 10%. فلازم يكون الممارسه بتاعه الزوج والزوجه في التشخيص المستقبلي للحاله يكون في تعاون ما بين طبيب امراض الذكوره ويتكلموا بعض. يعني يا دكتور محمد يا دكتور طارق يا دكتور علي انت انا عندي 46 سنه وانا المخزون بدا يلعب معايا شوي، الشكل المبيض مش مريحني كتير على السونار وجوزها عنده مشكله في الحيوانات المنويه تنصح بايه؟ لازم ما يكونش طبيب الذكوره دكتور ايمن دول نصيحه منفصل عن الواقع. ما ينفعش هو يسوق السفينه براحته. انت النهارده لما بتيجي تقود سفينه بيبقى عندك القبطان وعندك المسؤول عن البوصله وعندك المسؤول عن بس الاشارات وعندك المسؤول عن الصيانه وعندك حاجات كتير جدا. انا كقائد وكقبطان النهارده ما ينفعش اسوق لوحدي، تمام؟ فانت النهارده كطبيب ذكوره ما ينفعش تسوق الراجل لوحده. انت بتساعده ليه؟ ما انت عايز حمل من الست بتاعته. طب والست ديت سنها كام؟ انا معاك لو ست 27 سنه يعني اقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه ما فيش مشكله، تعالجوا زي ما انتم عايزين. الراجل هيرجع لي وهي عندها 30 سنه ما فيش مشكله، ما معظم السيدات دلوقتي بتتجوز عندها 30 سنه. فاذا الموضوع موضوع تنسيقي في سن 45 سنه ولازم نحط الزوج طرف في هذا الموضوع. نورت. ربنا يعزك. المبدع دائما الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم سالم استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب كان ضيفي في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه. تأخر إنجاب 10 سنين والحمد لله الدكتور أحمد عوض الله هو اللي يعني طلع إيه السبب. من أول تجربة ربنا كرمني وبعد 7 سنين عملت محاولة تانية وربنا كرمني مع عبد الرحمن والحمد لله بشكرهم جدا رجعوا الأمل فينا وابتسامتنا في الحياة الحمد لله، يعني ربنا كريم الحمد لله.